الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك. اليوم جلسة ذكر، جلسة دعوة إلى الله بعنوان عائدون إليك يا الله، بفضيلة المشايخ حفظهم الله الشيخ حمزة درويش، وفضيلة الشيخ طه دروي، وفضيلة الشيخ محمد دفليسي. مشايخنا جزاكم الله خير نيابة عني ونيابة عن كل الحي، مشكورين على تلبية الدعوة. ربي يحفظكم في ميزان الحسنات. بدون إطالة، لأن الكلمات والعبارات تروح لما تكون جالس بأمام فضيلة المشايخ، نقدمه مباشرة لك الكلمة الشيخ حمزة حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ببدء، نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع إخواننا، أولاً من القائمين والذين كانوا سبباً في هذا اللقاء، ثم نثني الشكر إلى إخواننا الحاضرين، وكذلك إلى السلطات المحلية، يعني من رئيس البلدية ونائب رئيس البلدية، كل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا المجلس. من باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. والحمد لله، كاين حاجة، يعني عندما ترى مثل هذه المجالس وتفهم بلي أن الأمة ما زال فيها الخير. صح كاين الشر، ما نكذبوش، كاين، لكن كاين حتى لي الآن اللي راهو مثلا راهو مبتلى مثلا بالانحراف، مبتلى بالبعد عن الله، لكن فيه جانب تاع خير فيه. والدليل انه عندما يسمع يقولوا له بلي كاين مثلا كاين لقاء مع المشايخ، كان تصيبه يجي فرحان الحمد لله. هذا فقط، احنا وظيفتنا كأئمة ودعاة الى الله عز وجل ان نحرك ذلك الخير الذي هو فيه. خاطش حنا كامل كبشر ايها الافاضل لازم نعرفوا هذا الامر. احنا مهما بلغ الانسان من الصلاح او مهما بلغ من الفساد، هذا دائما فينا جانب تاع الشر وفينا جانب تاع خير. اليوم كثير من الشباب انحرف، نقول لك على، لانه هذاك الشاب حركوا فيه الشر، حركوا فيه اكثر من جانب الخير، فغلب شره على خيره. بصح لو كان يغلب الخير تاعو الشر، تجد ترى كما نرى بعض الشباب الصالحين من حفاظ القرآن، من أهل المساجد، رياضة كذا، ما شاء الله. هذاك وشنو؟ غلب جانب الخير فيه جانب الشر، والآخر لا، غلب جانب الشر فيه جانب الخير. احنا وظيفتنا كدعاة وأئمة أننا نحرك ذلك الخير الذي فيه. معليش يعيش في صراع بين الخير والشر، لكن إن كان صادقا في الرجوع إلى الله فالله أرحم الراحمين، سيغلب جانب الخير فيه جانب الشر. ولذلك كلمة الآن، لأنه المشايخ إن شاء الله سيكملون ما سأبدأ فيه الآن. قد يقول قائل، نحن الحمد لله راهي كاين المجالس التوعوية في الولايات في كذا لتوعية الشباب، لكن اتفاقا أيها الأفضل، اتفاقا أنه كما رانا كامل هنا، ليس هناك أحد ينكر أنه للأسف الشديد في هذه الأيام المتأخرة والأزمان أننا نعيش أزمة أخلاق بامتياز. للأسف الشديد نعيش أزمة أخلاق بامتياز، وهذا السبب عنده، هذا الأمر هذا عنده عدة أسباب، وأنا حبيت سبب واحد. على قديما كان الشر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفر، كان الشرك، كان النفاق، هذا سنة الله في الكون، أرادها الله كونا. لكن اليوم لا، كثير من الأمور كنا ننكرها ولنشوفها عادي، ولنشوفها عادي. قل الحياء في الناس، مخدرات أمام أعين الناس، الناس تسب الدين، تسب الله عز وجل، عادي. قديما كانت شيء، بصح كان أقل شيء كان بعض الناس في حياء.
اليوم خلاص قليلا قليلا. ما هو السبب؟ ما تشكي بعد عن الله هو من باب قول الله معيشة ضنكا. عنده المال صح يجي يقول صح أنا الذي يعيش تركت سمعت عيان فما بالك اللي هو عايش وبعد يجي يقول لك شيخ والله ما بك رقية أخي قالت ولات موضة حاجة والو يقول لك رقيلي انت يا مشكلتك ليست في الرقية مشكلتك في التوبة تب إلى الله يغير الله حالك انت علاقتك بالله مقطوعة تسيبه يتعامل بالرشوة بالريبة يسب الدين لا يصلي في بيوت رب العالمين لا يقرأ القرآن يكذب يسب بنته وبعد يحب يعيش يقول لك كما نقولوا احنا الله بال فيه يا اخي ما كان حتى لو كان عندك ربي يعذبك به انت عندك المال تصيب ولاد انحراف على البعد عن الله هذا وحنا كامل رانا غارقين في الذنوب والمعاصي يا اخوان لا يعني انا كاين يقول هذا الكلام اسمه انا افضل منكم لا اعوذ بالله كاين بالك ناس خاوتنا انا ما شاء الله يعني عندهم اسرار بينهم وبين الله عز وجل لكن نحن نحكي بشكل عام المجتمع الذي نعيشه اليوم صح نصيب ثانية إن شاء الله يحبوا يصيبوا حلول التي يعيشها الشباب والمشكلة كاين أعظم مشكلة لا يتطرقون إليها قد يقول لك واحد يدير يولد الانحراف صح أن بطالة الفارغ يولدوا الانحراف صح كاين سبب أعظم من هذا اللي هو البعد عن الدين يا أخوان بعد عن الدين وحشة الناس فقراء بالله شوف كاش عايش يصبح على المعصية هكذا المجتمع أكثرهم ماشي كامل يصبح على المعصية يمسي على المعصية يفعل المعصية يقول المعصية يتقلب في المعصية ظلمات بعضها فوق بعض ومن بعد يجي يقول لك كلش مغلق أنت أغلقت علاش؟ لأنك قطعت العلاقة بينك وبين الله تصلي في المسجد ما صليش ما نجيش ما قدرتش مانيش نصلي مانيش عمرك شحال بيقول مانيش نصلي كلمه كبيره يا اخوان هذه رساله للانسان اللي ما يصليش عمرك شحال بيقول ما رانيش كي تهضر معايا يقول لك ما رانيش نصلي حاجه كبيره سما انت انسان ما عندكش علاقه بالله سميت الصلاه صلاه لانها صله بين العبد وربه صله اللي ما يصليش ما عندوش علاقه بالله ومن بعد حبيت ربي يعطي لك ما يعطيكش ما عندكش علاقه بالله حتى لو كان يعطيك والله يعطيك ويعذبك بها لأنك أنت إنسان لا تمرغ أعظم عضو فيك اللي هو الوجه لا تمرغه لله وش حبيت من ربي سبحانه يفتح عليك صليت كاش يفتح عليك الله عز وجل كلمة كبيرة لا أصلي حبكم يا إخوان وش حبي يقول لا أصلي الإنسان الذي لا يصلي كاين إنسان 10 سنين 20 سنة 30 سنة 40 50 سنة ما صلاش حبك وش حبي يقول سما 50 سنة هو عايش على الجنابة يا دبلة إنسان حياته كاع جنوب حتى لو كان يغتسل لا ترفع الجنابة لأن الجنابة لا ترفع إلا بنية أن إنسان يكون جنوبا يغتسل بنية رفع الجنابة ليصلي بصح هذاك ما يصليش هبوكش حاب يقول إنسان طول حياته يعيش على جنابة يعني إنسان طول حياته لا تقربه الملائكة شكون تقربه الشياطين هكذا اللي ما يصليش هذاك اللي تقول أنا ما نصليش هكذا راك عايش بلك عرفت ولا ما عرفت لكن هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة ولهذا اليوم كاين خطابات كثيرة نوجهها لإخواننا يعني بصح كاين حاجة حبيت نركز عليها والله حاجة غابت عن كثير من الناس ألا وهي الخوف من الله خاطرش تشوف بعض الناس يدير واحد الأفعال سبحان الله تقول أنت تبدا تفكر تقول هذا إنسان يخاف ربي ولا ما يخافش هذا إنسان يفكر بلي كاين موت كاين قبر كاين حساب كاين جنة كاين نار كاين وقوف بين يدي الإله أو يفكر هكذا ماشي يفكر كلنا داو خطا كلنا داو ذنوب ومعاصي لكن كاين حدود كاين الناس يدير كلش يا اخوان عنده كلش في حياته حاجه واحده ما عندوش ما يخافش ربي ولهذا الذي يقرا كلام السلف قديما رحمه الله يقرا مسائل الخوف من الله كان يقول الفضيل بن عياض قال كل
كل قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب خراب. خراب مهما كان ما يخافش ربي. حتى احنا ناس ما كانوش يقراو بزاف بصح يقول لك يا وليدي عاشر في الدنيا اللي يخاف ربي. قد نغلط مع الدرس نخاف ربي كي تجي تذكرني بالله اتذكرك. لا لا يبيع المخدرات قتل امه رهج امه هذه هو ما على بالوش هو راه يبيع هذا المروج راه يبيع وراح ليشرى بصح ما سمعش هو بالك هو هذاك باع وراح وراح بصح ما سمعش بالك شحال الانسان راه مات بسببه هو بالك ما سمعش اوفر دوز ولا اخو دخل السجن شحال من اسره شتتت بسببه كم من اسر هدمت وبيوت شتتت بسببه هذاك اللي يبيع المخدرات هذاك كاع كاع هذوك يوم القيامة يأتون في ميزان سيئاتك توقف يجيب بالك يجيوك 10-15 إنسان يأتي بهم رب العالمين يقول لك هادو كاع ماتوا في الدنيا بصح تقول له ماشي أنا اللي قتلتهم لا لا أنت كنت لا كنت أنت لم تكن تعلم أنك السبب لكن أنت شكون كان يبيع شاف كاش عايش كاين ناس هذه حياته هذه حياة يا إخوان حياة ما عندوش هدف في الحياة غير الشر علاش البعد عن الله وعدم الخوف من الله انا حبيت نذكر هادو ما هادو مليح انسان كيسمع مثل هذا شوف الخوف من الله يا اخوانا اعظم حاجه واش لازم تخاف تخاف من شيئين الخوف من الله ما معنى ان تخاف من مكر الله انه ربي ينتقم منك في الدنيا والامر الثاني الخوف عندما تلقى الله اخي الكريم ابوك شحال يقول جهنم هادي تفكر هاد الامور شو عندك الموت القبر وجهنم ها ثلاثه الموت والقبر وجهنم الموت كلمه توقفت عندها كل مفردات الحياه الموت امر الكبار وكاس يدار على كل من قام وصار ابوك شحال يقول الموت على بالك الموت انقطعت حياتك بالك في عمرك 30 سنه 35 سنه راك هنايا بالك غدوه ان شاء الله غدوه هذا الوقت شحال راهي ساعه راهي ساعه هذا الوقت تكون في القبر فكرت ولا ما فكرتش كل واحد فينا بالك انا اللي نتكلم غدوه هذا الوقت سبعه يقول لك جنازه تاع شيخ حمزه ربي يرحمه عبك شحال يقول الموت خاوتنا بالك حتى عيش 100 قرن في القبر الله اعلم خلاص قاطعك كانت عندك امال عندك طموحات في الحياه معليش يجوز حايب نكبه حايب نتزوج حايب نجي سياره حايب نبني بين لحظه لحظه هكذا لحظه راح كلش ترقد ما تروحش تروح دوب بالك منا للدار ما تلحقش فلان وانا نسمعه حتى يعيطوا يقول لك فلان ربي يرحمه رقد ما ناج راح الخدمه حبس قلبه في الطريق راك مستعد لهذه اللحظه يا اخي هذا اللي طغى في الذنوب والمعاصي طغى طغى وليس له علاقه بالله فكرت ومن بعد فكرت نزيد لك حاجه راك مات عباك كي تموت اول حاجه تسقط منك هو الاسم تاعك هذاك اللي كنت تخدم عليه حياتك كاع فلان الشيخ الفلاني العلامه الفلاني الطبيب الفلاني حاجة الأولى اللي تسقط منك الاسم تاعك نهار تموت نهار تموت كي يجيبوا له يغسلوك الجنازة واش يقول الإمام؟ يقول قدموا لنا الجنازة نصليو عليها ماشي من با قدموا لنا الشيخ حمزة نصلي عليه خلاص هذيك الشيخ حمزة هذيك في الدنيا الصباح كان يقولوا عليك الشيخ فلان قدموا لنا الجنازة نصلي عليها خلاص تكون واش تكون؟ فكرت في هذه اللحظة أخي فكرت والمشكل كامل حنعيشوها ماشي بلد صف من الناس يعيشها وصف ما يعيشهاش كلنا سيعيشها لحظة عظيمة إنه الموت الموت يا إخوان فكر هذاك التفكير في مثل هذه الأمور لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول فيما رواه الإمام البيهقي في شعابه وابن حبان وغيرهم كان يقول أكثروا من ذكر هذه من لذات هذه من لذات الموت كثروا منه أكثروا من ذكر هذه من لذات خاطش التوب يخليك التوب الناس نسات الموت يا إخوان هم يشوفوا يدفنوا يدفنوا يشوفوا بصح نساو نسبني هو يموت شغل الناس تموت انا ما نموت يدير امور شت الناس كيفاش يتعامل بالربا بالرشوه في التبرج تبرجوا في المجتمع العري اللي راه في المجتمع مين هم يخرجوا هاد البنات مين هم يخرجوا من بيوت فيها ذكور ما نقولش رجال سبحان الله العظيم فتن وكذلك الشباب شنو الانحرافات وين راهو دور الاب وراه دور الام وراه دور الاسره دور المجتمع كلنا ننسى اي الموت هذا الامر والثاني وكان يتوقف الامر عند الموت ربما لك انا هينا تفكرت القبر اخي ابوك شحال بيقول القبر كامل شفنا القبر حنا الان وكان تدخل للبيت دوكا طفي الضوء تغطي راسك شت الوحش اللي يحكمك تخيل القبر خلاص لا القريب لا البعيد لا الصاحب لا الحبيب كامل
راحوا كاع اللي كانوا يحبوك خلاوك، كانوا يكرهوك خلاوك، امك العزيزه، بابك العزيز، زوجتك، ولادك، خلاص خلاص اخي راك في حفره عرضتها الشبر. الله اعلم كيف ستعيش، كيف ستعيش في هذاك المكان وكم ستعيش فيه، انه الموت. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام ايها الافاضل كان كل صباح في صلاه الصبح يقول الصحابة رضي الله عنهم، الحديث في البخاري والإمام أحمد وغيرهما من حديث سمرة ابن جندب، كان قال كان يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل غادات، يعني كل صلاة صبح، من رأى منكم الليلة رؤيا، شو واحد شاف منام باش يفسره له النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم يوما، اسمع اسمع وقام نفسك، فقال لهم يوما النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح، قال لهم إني رأيت الليلة رؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم شاف منام، ورؤيا الأنبياء حقا. وش قال لهم؟ قال لهم أتاني الليلة آتيا، كي كنت راقد أتاني آتيا، في رواية جبريل وميكائيل هما اللي جاوا، فأخذ بي فقال لي، فقال لي انطلق معنا، فانطلقت معه ما رحت. هذا في المعنى هو حق. قال حتى أتينا على رجل مضطجع مكسل، سمع القبر كش تعيش، على رجل مضطجع، وإذا برجل آخر قائم عند رأسه، واحد واقفلو عند رأسه بحجر يثلغ رأسه، يكسلو رأسه يفتته له، ثم يسقط يتدهده الحجر، يحبط هذاك الحجر، يعاود هذاك اللي كسر يعاود يحبط يجيب الحجرة، فإذا رجع وجد رأس ذلك المضطجع قد عاد والتأم كما كان، يعاود يولي راسه، يعاود يكسره يفتته له. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري، فقال له من هذا يا جبريل؟ كما في آخر الحديث، وش قال له جبريل؟ قال له يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا رجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، هذا هو عذابه في قبره إلى قيام الساعة. هذا ماشي ما كانش يصلي، هذا كان يصلي بصح يرقد حتى يخرج الوقت، ما يصليش الصبح، يصلي على 8 على 9 يصلي، هذا هو عذابه في قبره. هذا رجل، الأمة لازم تسمع مثل هذه المواضيع، حنا اليوم لازم نخوف الأمة، خلاص ما كانش منفع والو، وهذا حق ودين. قال هذا رجل كان ينام عن الصلاة المكتوبة، يا محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو عذابه في قبره إلى قيام الساعة. الله أكبر، شفت يا خوتنا وشو يستنى فينا؟ فما كان يصلي، هذا هو العاجب. ثم قال لي انطلق، فانطلقت معهما حتى أتينا على نهر من الدم، نهر تاع الدم. قال وإذا في حافته رجل يجمع الحجارة، يعني الحافة تاع النهر رجل يجمع الحجارة، وإذا برجل آخر يسبح في نهر الدم والآخر يعوم في هذاك الدم. قال ثم يأتي إلى حافة النار فيلقمه الرجل ما جمع من الحجارة، يوكله الحجر ويبعته يشرب الدم في هذاك النار. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا جبريل من هذا الذي يسبح في الدم؟ قال يا محمد هذا آكل الربا من أمتك، ليأكل ربا، شحال الناس تأكل ربا، الجزاء من جنس العمل، كما كان في الدنيا يمص دماء الناس، يمص دماءهم، جعل الله عذابه في قبره يشرب الدماء. وبك حياة القبر بلك 10 قرون 20 قرن، الله أعلم شحال يشوفها. قال وهذا هو عذابه في قبره إلى قيام الساعة. رسالة إلى آكل الربا الذي يحارب الله ورسوله بهذا الأمر. قال فانطلق وقال لي انطلق معنا، فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع، كيف كيف، وإذا برجل آخر قائم عند رأسه وحده بكلوب. الكلوب يا إخوان شتى هذاك الحديدة اللي يعلق عليها الجزار اللحم، آس هذاك. قال وإذا آخر قائم عند رأسه بكلوب يدخله في شدقه، هذا هو الشدق، الشدق وطرف الفم. قال فيشرشر فم، يقطع له فمه إلى قفه. قال ثم يدخل ذلك الكلوب في منخاره فيمزقه الى قفاه، ثم يدخل في عينه يقطع له عينه، يبدا باليمنى. قال ثم ينتقل الى الشق الاخر، فاذا انتقل الى الشق الاخر رجع الشق هذا الى ما كان عليه،
وهكذا العذاب. فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من هذا يا جبريل؟ فقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا هو عذابه في قبره إلى قيام الساعة. الله أكبر. الإنسان اللي يكذب، الإنسان اللي ما يتبش في الأخبار كما رانا نشوفه اليوم في المواقع، أي خبر يحطه المهم يجمع الناس ويشوفه، يكذب، هذا هو عذابه في قبره. ما يتبش أي خبر يجي يكتب فلان قتلوه، فلان مات، فلان دار هكذا، فلان دارت هكذا، من غير أن يتثبت فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سامع. ديجا كي تتكلم بحاجة غير سمعتها بلك صح، بصح أنت ما تتبتش، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، فما بالك بالذي يتعمد الكاذب. شفت ماذا ينتظر الناس في قبورهم يا إخوان؟ وهذه الأمور كاع رانا واقعين فيها، وهذه من أسباب عذاب القبر، هذه من أسبابها. زيد هذا التمة، ويوم يلقى الله كما قال تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. جهنم يا إخوان، فكرت جهنم أحيانا بلك إنسان عفان الله يتنحرق شوية، الله العظيم يتألم ألما عظيما، فكيف بنار عبك جهنم يا الأفوان. قد ما نصفها لك ما تقدرش، ما نقدرش نستوعبها كامل. هل تعلم أن الله الذي خلق جهنم قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بنار جهنم لها 70,000 زمام. زمام والحبل التي تجر منه الناقة، يعني فيها 70,000 حبل يجرها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني عبك شحال كاين؟ كاين 4 ملاير و 900 ملك يجرها. ربما ملك واحد من هذوك 4 ملاير لو أمره الله أن يلتقم السماوات والأرض في لقمة لفعل. كيف هي جهنم؟ جهنم هذه جهنم أسعد أيام حياتها وقتها، يوم يلقى فيها سكانها أهل النار. علاش؟ لأنه جهنم هذه اشتكت يوما إلى ربها. كي تحدد الشرط فكرة الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام الصحيحين حديث أبي هريرة قال: اشتكت النار يوما إلى ربها قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. خلاص ما صابش وش تأكل. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، تتنفس، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أو جاي نهار ما تزيدش تشتكي، علاش؟ لهذا قال تعالى يوم القيامة، اسمع واش قال: وإذا رأتهم من مكان بعيد، شكون؟ جهنم رأت سكانها. وإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تفرح دير واحد الصوت، علمت أن هؤلاء هم سكانها، هم عمارها، هم أهلها، خلاص عندها اليوم واش تاكل. رأيت عبد الله عبك طعام أهل النار وشنو؟ عبك فكرنا لو كان نكون أنا من أهل النار. صح الله غفور رحيم كريم جواد حليم، لكن في المقابل شديد العقاب. إنسان يكفر بربي وش حبيت؟ نسب الله عز وجل عادي يا إخوان. الأب يحكم على ولده يسبه بربي سبحانه، ولده في عمره عامين والأب في عمره 50 سنة يقول قد يسبه بربي سبحانه. وين أنا رايحين؟ وين بعد يقول لك ما كاين والو؟ انت يا لا لا لا، شقاء دنيوي وشقاء اخروي. حبك نار جهنم. مره النبي عليه الصلاه والسلام قال للصحابه قال: ناركم هذه، يعني نار الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يعني نار جهنم احرم ناس 70 مرة. فقالوا: يا رسول الله والله انها لكافيه، يعني لو كان ربي يعذب الناس بنار الدنيا تكفي. قال: إنها تفضل عليها 69 جزءا. وعمقها العجيب، النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة سادة الرجال كان يحدثهم هذه المواضيع. صحابة لم يخلق الله عز وجل بعد الأنبياء جيلا مثل جيل الصحابة، ومع ذلك كان يحدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه المواضيع. صحيحين حديث أبي هريرة قال: كنا جلوسا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سمعنا وجبة. عبوك شنو الوجبة؟ هو صوت الحجر كي يطيح في الأرض. قال: إذ سمعنا وجبة فقال: تدرون ما هذا؟ عبكم شنو هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في نار جهنم منذ 70 خريفا، الآن وصل إلى قعرها. 70 سنة من يتمرمى، الآن وصل إلى قعرها، يعني بين أعلاها وأسفلها مسيرة 70 سنة. يجي نار وين تتعمر من الفوق للتحت،
صلى الله السلامة والعافية يا أخو. باش تشوف هاد الأمور لازم تفكروها، وهذا مصير وما أهل، إما جنة النعيم وإلا وإما هذا أمر معروف. زيد لك حاجة لنختم، عبق طعام أهل النار وشنو؟ احنا طعامهم والعياذ بالله الغسلين والضريع والزقوم. وشنو هو الغسلين؟ ليس لهم طعام إلا من غسلين. الغسلين قال ابن عباس هي عصارة أهل النار، ما يخرج منهم من قيح أصفر وعرق أخضر ودم أحمر، هذا وش يأكل أهل النار؟ يأكلون مثل هذه الأمور يعوذ بالله. والضريع الشوك والزقوم، أسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال كما قال تعالى في القرآن، قال ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن قطرة واحدة قطرة من سقطت على أهل لأفسدت عليهم معايير، كانت تحت قطرة واحدة في الأرض حاجة ما زيت نطف الأرض، الزقوم قطرة، فكيف بمن يكون الزقوم طعامه؟ الزقوم هو الطعام تاعه. شفت؟ إذا تفكر لك تبيع المخدرات، تفكر لك تناول المخدرات، لو كان تموت هكذا شحال من إنسان مات أوفر دوز؟ يبيع المخدرات، شحال من إنسان قتله هو في هذه الطريق الانحراف إلى مات. ماشي العيب أنك تخطئ، ليس العيب أنك تخطئ أخي الكريم، لكن العيب تعيش حياتك كاع في الخطأ، لأن غلطت في عمري 20 سنة 40 سنة مازالني نغلط، 40 سنة مازالني ندور مع دراري، 40 سنة مازالني نصليش نتبع النساء، مازالني إلى متى؟ إلى متى؟ ما تكاكاش ما تكبرش ما تف... ومن بعد خلاص خلاص هذا الانحراف إلا الموت، معناه هي مش يصرى تعاج، يشوف المواعيد، يجي رمضان، الحج، العيد، قلبه حجرة. علاش؟ قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، خلاص ربي طبع له على قلبه. فإن شاء الله ما نكونوش مع هذه الناس. نصيحتي في الأخير أيها الأفضل من الاستغفار، والإنسان الآن والله بعد ما سمع هذه الكلمات يعاد نفسه مهما كان أنه يفتح صفحة جديدة مع الله، خلاص يقعد مع روحه، خلاص أنا درتهم أنا شفت عشت طريق الانحراف، بصح نقعد هكذا إلى متى أخي الكريم؟ فهذه نصيحة لي ولإخواني جميعا، عسى الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فالحياة الحقيقية هي الحياة في مرضات رب العالمين. نسأل الله الحليم الكريم أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يبارك لكل من سعى فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا إخواني، بارك الله فيكم والسلام عليكم. نقدم لك الإمام الشيخ محمد فليسي، بارك الله فيك شيخ. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، فسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، شكرا لكل من حضر وحضر، ولكل من بادر وابتدر، ولكل من ساهم في هذا اللقاء المبارك من قريب أو من بعيد لهذا اللقاء المنتظر. في الحقيقة أنا سعيد جدا بلقطة في هذا المجلس المبارك، وهو وجود الأطفال الصغار، وجود الأطفال الصغار. أنا فرحت فرحة كبيرة كي لقيت ولادنا هذوما الصغار، هذا الولد مصباح راه ينوض ويقعد ما قدرش يقعد، نحى البليغة ديالو راه قعد، الولد راه مع والديه. هذا الخلية في المجتمع يجب أن نركز عليها، لأننا يجب أن نعتمد على سياسة الأهداف لا سياسة الأزمات. سياسة الأهداف أن نخطط كما يخطط أعداؤنا، أن نخطط للمستقبل،
هذا الطفل نغمضوا عينينا فقط نزيدوا له شحال في عمرك 12 سنة نعطوا له 5 سنين يولي 17 نزيدوا له 10 سنين يولي 22 سنة أجريهم وراه أنت الآن بعد 22 سنة لكن هذا الطفل هذا يا اللي تحديات كبيرة اللعب والألعاب والفيديوهات وغير ذلك ثم يأتي بعد صلاة العشاء وغدا ما شاء الله يقرأ في الصباح الباكر ويجي الآن في الحي وراه قاعد وراه يعني راه يطبع باش يشوف فقط شكون يشوف لاعب فنان غناي واش جينا نديرو نزهاو جاء يسمع كلام الله تبارك وتعالى ولذلك نقول لكم أيها الكبار ولا غير انتو مالك وتسوقوا القطار شتو القطار يمشي بلانافات الأولانية أما من اللور أم يمشيو اليوم انتوما أهل الحي اتفقتم وحاولتم وبادرتم ونشكر حتى أهل المنازل هذوما نطلبوا منهم السباح لعله كما يقولك احنا رانا صدعناهم لكن حبينا نقولوا شوفوا أهل الحي الكبار الآن جاءوا قال كاين نديروا مبادرة في الحي تاعنا الآن نفس اللقطة كانوا قدر يكونوا يعني شباب واحد أخرين اليوم رانا بالفيميجان والغناء والحضارة طالعة ولا نفس الدلالي تلقاهم يشطحوا تلقاه يشطح يجي يقول كان انتم مالكم تمشيو فينا جبتوا لنا غنايين انا نغنيو جبتوا لنا ناس يقولوا لنا كلام طيب لعله من هذا اليوم كنت في مجلس الصباح كانت عندي محاضره للارامل ارمله ولدها في عمره 7 سنين ختم القران 7 سنوات قرانا وختم القران وكرمناه يعني هذا بالحرص على التربيه الصالحه ولذلك شوفوا اعداء الاسلام هذا الكلام قاع ما كاش مبرمج ما سمحوا لي رانا في طومر رانا نهضروا فيه شركة نيسلي تاع القهوة يعني شركة نيسلي في السبعينات أرادوا أن يدخلوا إلى السوق اليابانية حبوا يدخلوا للسوق اليابانية باش يبيعوا القهوة لما دخلوا بدأوا يبيعوا قال لك ما باعوا والو علاش القهوة اليابانيين قاع يشربوا الشاي يشربوا لاتاي فبيعوا باعوا قال لك عادي حانوت مفتوح واحد ما يشري عليه علاش تقاليد تاعهم يشربوا لاتاي الآن هم يصرون على تحقيق أهدافهم والتخطيط والاستثمار والاستعانة بأهل الخبرة جاءوا إلى أحد المختصين في المجال النفسي فهذا الإنسان هذا الدكتور هذا الذي جاءوا إليه قالوا له هوليك رانا دخلنا ما قدرناش نخدمه يعني ما بعنا والو قال لهم سهلة قال لهم أخدموا حلوة صغيرة بذوق القهوة خدموا حلوة بذوق القهوة بدأوا يبيعوا فيها في اليابان مدة 10 سنوات وهم يبيعوا القهوة الحلوة بذوق القهوة مدة 10 سنوات بعد 10 سنوات سوقوا للقهوة الآن اليابان 7 دولة تستورد البن شفت التخطيط هذا هو التخطيط لازم نشوفوا البعيد لازم نفكروا بلينه هذا الطفل اليوم تقدر أنت تضربه تقدر تقول له كلمة تحفيزية تقدر تشجعه كاين علماء ولو علماء بكلمة الإمام الذهبي كان يكتب خط عادي جاء واحد قال له عندك خط تاع أهل الحديث فولى من أهل الحديث ولذلك لا تحتقروا مثل هذه المبادرات وهذا الخير نفعه ذاتي ومتعدي يعني النفع تاع الخير هذا راه ذاتي ومتعدي حتى لا أطيل عليكم كلمتي موجهة في هذا المجلس المبارك إلى المدمن يعني أي واحد مدمن أنا حنتكلم معه وحندير معه خطاب وراح ندير معه حوار أول رسالة لهذا المدمن أن الله رحيم بك قد يتبادر إلى أذهاننا قل كيفاش ربي يرحم مدمن يعني الله عز وجل الإنسان له في الإدمان والله يرحمه نعم إن الله يرحمه كيف يرحم الله عز وجل أو كيف هي لطائف ورحمة الله عز وجل بهذا المدمن قبل أن نتكلم عن رحمة الله تبارك وتعالى بالمدمن نذكر رحمة الله الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة
تصوروا إخواني في الله، أكتر رحمة 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 واحدة هي اللي رانا نتقاسموا بها، رحمة واحدة هي اللي خلتنا نجيو، رحمة واحدة هي اللي خلتكم تجيو، رحمة واحدة هي اللي خلت الجيران يخلونا نديرو، ورحمة واحدة هي اللي خلت المسؤولين أيضا يخلونا نديرو، ورحمة واحدة ورحمة واحدة، كلها هذه رحمة واحدة الله عز وجل يرحم بها عباده. فلذلك أيها المدمن، أعذني سمعك وقلبك، أول رحمة من رحمة الله عز وجل بالمدمن أنه شحال أنت مدمن، شحال أنت مدمن. أنا جوني يعني للمكتب، يجوني شباب 5 سنين 7 سنين 12 سنة، مؤخرا يجوني قاع بالكاشي تاع 15 15، كل واحد يجيني في عمر 15 سنة 15 سنة. أتصور إنسان، أتصور وانت راك تسمع فيا أيها المدمن، تقول لي عندي 7 سنين وأنا في الإدمان. الله عز وجل 7 سنين وانت تعصي فيه، 7 سنين والله عز وجل أنعم عليك نعم وانت راك تخرب فيها، عطاك عقل عطاك قلب عطاك نعم نعم وانت راك تجاهي الله عز وجل بهذه المعصية. والله عز وجل برحمته، احنا نتكلم على الرحيم القدير، الرحيم القدير، شوف ربي رحيم وقادر، يقدر عليك، يقدر دوك كما راك تسمع فينا دوك الآن يجي يطير يديك يرفدك ويديك، دوك كما راك تسمع فينا دوك تموت، كما راك تسمع فينا دوك تترتخ، تترتخ انت وما يقول لك ترتخ هذا مدمن، الله عز وجل عاقبه. شوف 7 سنوات وربي ويرحم فيك، ما تحشمش، ما تحش هكذا، ما تقولش بلي طلع راسك للسماء وتحشم، تقول سبحان الله وين راهي رايحه، وين راهي رايحه، 7 سنين 8 سنين 9 سنين، انت الان وليدك تقول له جيب لي هذيك الحاجه، زيد تقول له جيبها لي، زيد تقول له جيبها لي، ما ياخذش راهي تضربه. وكاين الناس ما هضرتش مع اولادهم، علاش؟ بمجرد عصيان مره واحده ولا اثنين، تتصور 5 6 7 سنوات 10 سنوات. ايضا من رحمه الله بالمدمن داخل الادمان، شتو داخل الادمان؟ شوفوا داخل الادمان وكاين لطف الله وكاين رحمه الله، ما هي؟ ربي يجعل النشوه تاع الادمان مؤقته، معناتها حبه سالوك شحال تشد لك؟ 6 سوايع. علاش 6 سوايع؟ رحمه بك. لماذا؟ لانه انت الان تخلص لك النشوه تعاود تولي تفطن وتقول خلاص راه غير ما تقعد دائما تعيش في صراع. تصوروا تصوروا لو كان حبه تاع المخدر تشد لك عام، او تتناول حبه مخدر 10 سنوات، معناتها شحال راح تتناول؟ تتناول 4 حبات 40 سنه. مشكله كبيره باش تولي، مشكله كبيره باش واحد يقنعك. تتناول حبه انت راك سعيد عام سنه كامله، فتنه كبيره. لكن شوف 6 سوايع 5 سوايع 4 سوايع، حتى دائما تولي، دائما تعاود تولي، دائما تقول خلاص هي خلصت النشوه، وبعد ما رانيش مليح نبدا نسعى الان باش نعاود نولي كيما كنت، وبعد تقول خلاص هاد المخدرات اي ما خلاتنيش مليح. فدائما شوفوا رحمه الله عز وجل وانت في الادمان. زيد جعل الله عز وجل من رحمه الله عز وجل بالمدمن ان النشوه جعلها زائله. ايش معناتها زائله؟ المدمنين يفهموني، زائلة معناتها الإنسان في البداية يتناول المخدر يخرج له سيروتونين دوبامين، الأمور التي يعني يخرج منها السعادة، خلاص هذا الحبة الأولى، ومن بعد يلحق المرحلة الثانية مرحلة التحمل ثم مرحلة الإدمان المرحلة الثالثة، ومن بعد يولي هذيك الحبة ما دير له والو، واش يدير؟ يولي لازم 2 حبات، ومن بعد يولي لازم 3 حبات، ومن بعد لازم يبدل المادة، ويولي يجري مور يجري يجري مور روحه يجري باش يعاود يولي كيما كان بكري، لانه هذيك النشوه راحت. فاي واحد مدمن يقول لك مع الاول، لا لا مع الاول مع الاول، يا ما تلولين برك كنت نعيش واحد النشوه، دوكا لا لا دوكا راني نجري باش نحي الاكتئاب، انا راني نجري باش نحي الغمه والقنطه، كرهت حياتي تنوض. يعني شو واحد مدمن؟ شوفوا نعطيكم واحد المثال، اي مدمن كيرقد كيرقد، انت غدوه مداك تقدر انت تفكر، واش تفكر؟ تقول غدوه ندير كذا افار هذه ندير اي حاجه، تتصور بلي هو كيرقد لو كان يكون عنده الجرعه يعني لا دوز تاع غدوه من ذاك الصباح يرقد فرحان، لو كان ما تكونش عنده يرقد مهموم. مهموم لماذا؟ شت انسان راقد مهموم لانه غدوه غدوه كيفتح عينيه مازال ما عندوش، مازال ما دبرش الدوزه، كيفاش راح يكون؟ شت العذاب اللي راهو فيه مسكين. الله عز وجل يرحمه ينحي له هذيك النشوه، لانه هذيك النشوه تروح لك، لانه كان تقعد لك تولي دائما عايش في هذيك النشوه الاولى، النشوه الاولى النشوه الاولى، تما تولي مفتون. فالله عز وجل ارحمك، رحمك الله تبارك وتعالى باش تعاود تولي، باش تعاود تتوب. ايضا من رحمه الله عز وجل بالمدمن
واش كاين؟ انه اي واحد يدخل في الادمان يزيدوا عليه المشاكل، غير يدخل في الادمان يزيدوا عليه المشاكل، او يدخل في الادمان تلقى المرحب تتلق، الدلالي بداوا يتعوجوا، يماه وباباه حبوا يحوزوه من الدار، يماه مرضت، باباه مرض، خوه ضربوه، كل ما بداوا يزيدوا المشاكل، يبدا الجانب المادي يبدا ينقص، في الخدمه صاروا له مشاكل، وهذه المشاكل عشان يصراو باش تولي باش ما تستمتعش انت بالادمان، هذه المشاكل يبداوا يفطنوا فيا، صح يما بابا المراه الدراري الخدمه دراهم، وراك تمشي انت الان باش تفطن تفطن، وشغل انا حابين نرجعوك، ارجع ما توليش، هذا رحمه بك باش انت تولي فقط حتى ترجع الى الله تبارك وتعالى. ايضا من رحمه الله عز وجل بالمدمن انه يبغض له المخدرات، يبغض له المخدرات. الان الدخول في الادمان عنده مراحل، المرحله الاولى تلقى هذيك مرحله النشوه، واش جاب دا واحد فرحان، واش يا اخو لا طلعوا للسطاد دير، وبعد ما تبدا تلحق واحد المرحله تبدا تكره وتبدا تعيا، وبعد تبدا تشوف ناس على بالك واش يصرى للمدمن، يعني نحكي لكم بلسان المدمنين، تلقاه يقول لي شغل وليت غير كيلقى واحد يضحك، يضحك بلا دواء، عباد يرقدوا بلا دواء، شتي يرقد بلا دواء، هو يولي يتفكر روحه بكري، يقول كان كنت نرقد بلا دواء بصح دوك انا توحشت نرقد بلا دواء، ما نقدرش نرقد بلا دواء. ولذلك شفت حاجه راه تبغى الانسان راك تدور معاه، كان يضحك يضحك معاك يخلص لك، ما كي تلاقى به وبعد هذاك الانسان يولي كل يوم يتضارب معك، كل يوم يدير لك في المشاكل، علاش؟ باش انت تحبس معاه. ولذلك تريد ان تاخذ القرار، شغل القرار بك وحاب يخرج. ولذلك في الغالب الغالب نعطيكم واحد التجربه فقط، في الغالب الناس اللي يكونوا دخلوا في الادمان وطولوا تلقاهم دائما يجيو يا شيخ الله ادعي لنا شيخ والله غير قريب نكمل، ما قعدليش بزاف، عيينا كرهنا. اما الناس مثلا اللي يكونوا جدد في الادمان تلقى مثلا مبادره كما هذه ما كان والو يا ولدي نعرفوهم، هو غير باش ما يجيش. اما الناس اللي يكون يقول لك انا الان كل ما ربما ساعات الانسان يفشل يقول مالك يغير شويه طريق، والله انا نقول يعني تجربتي مع المدمنين والله غير هما اللي يشجعوني، هما اللي يشجعوني. شكون تحس بلي عندك رساله، تحس بلي عندك امانه، ما مادا بيك ما تخليهاش، كي يحبس لك واحد بالموطو ويقول لك يا شيخ ما تخلوناش، الله يجازيك بالك وتحبسوا، كملوا بالك وتخلونا. مره واحد جا قعد لي غير شويه، قال لي زيد لنا غير شويه خلاص. تصور حتى الانسان يريد ان يخرج، شكون الانسان راه مربوط ويقول لك افتح لي افتح لي سلكني يعني بسلاسل سلكني سلكني حتى اخرج من هذا العالم. فالان ايها المدمن تكلمنا معك باسم الله تبارك وتعالى القدير الرحيم. شوف ربي يرحمك وهو قادر عليك. الا تستحي ان تعود الى الله تبارك وتعالى. المرحله الثانيه عليم ستير. ربي عليم ستير. كل واحد فينا الان، كل واحد فينا عنده جوانب غامضه في حياته. كل واحد فينا عنده جوانب غامضه في حياته لا يعلمها الا هو. غير هو اللي يعرفها. ما مرتك ما تعرفهاش، والديك ما يعرفوهمش، كل حاجه ما يعرفوهاش. لكن تقعد لازم تعرف حاجه ايها السامع الكريم. لازم تعرف باللي انت عند ربي كتاب مفتوح. شت كتاب مفتوح، شت الان انت انسان تقول عايش في الزجاج هكذا وحياته مفتوحه، انت عند ربي حياتك مفتوحه، انت الان كتاب مكشوف، كتاب مكشوف، كل حاجه كل دقيقه كل خاطره كل فكره الذكريات تاعك الماضي، كاين حكايات صراو لك ما حكيتهم لحتى واحد، كاين امور درتهم ما حكيتهم لحتى واحد، دوكا راك بالع وواحد ما على باله، وانت راك ناوي وبعد تدير هذا وواحد ما على، الله عز وجل يعلم. يعلم ذلك. وسبحان الله شوف من جهل الانسان، شوف الانسان ضعيف ما مش يعرف ما يعرف والو. فرعون فرعون لو كان جاي يعرف بلي حيغرق ما يدخلش في البحر. قارون لو كان حيعرف بلي حيخسف اليه ما يدخلش لدارو. ما يديرش. لذلك شوف الانسان ضعيف، ولذلك انت حفره حفره دوك تمشي ما على بالكش بلي الحفره حطيح فيها. ما على بالكش دوك بلي حيديوك. ولذلك انت لا تعلم شيء، فلا حول ولا قوه لنا الا بالله العلي العظيم. فالستير يسترك ايها المدمن، استر لك ربي الصحه ديالك. لحد الان راهي مستوره صحتك وراهي مستور العقل ديالك، عباك العقل هو الكارت ميموار. انت الان
الكارتمار كما يقول لك اكثر من الكارت ميموار. فتصور انت الان راك محفوظ، ربي يستر لك العقل ديالك. انا نعرف ناس، الناس الان نعرفهم كاين يتكلم نقدر دوك نشوف التصويره ديالو، مجنون جنه هبل. منين؟ من المخدرات. نعرف ناس كانت تقرا مليح، نعرف ناس كانت في الرياضه بارزه ما ابطال، ودخل في المخدرات راحت حياته كاع. فالله عز وجل سترك الى هذا الان، الى هذه الساعه راك مستور، الى هذه الدقيقه والله غيرك مستور. العقل ديالك معليش دوكا كناوي تظلم ولا ما نكملوا ماشي مشكل، اظلم وراك مستور، اظلمت انت وراك مستور، لكن يخدر هذا الظل اليوم، اليوم اللي راح تظل هذه راح ترتقى لك الخلايا تاع المخ ديالك، هذه راح تهبل بها، هذه اللي تجي لك الوسواس والشكوك، ويقول لك راني نحس مع الاصوات، ومن بعد راح يضربوني ولاد الحومه، ومن بعد راهم جاوني، ومن بعد المراه راني شفتها دير كذا. هذه الامور كاين ناس يجوني يقول لي يا شيخ تما ولا تقدر تهضر مع فلان وفلان وخاطر راح يضرب، وهما كان حتى كلش خيالات، كلش حتى في التناول، حتى في المخدر. الان دوك دوبل سينياتور هذا اللي خرج جديد، لو دخل كما يقول لك حنا من 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 يعني كما يقول لك من حدود غير ذلك، هذا الدوبل سينياتور هذايا هبل شحال من واحد، هبل شحال من واحد. الان تتصور الان الناس اللي تتناول ايضا السي بي تاكس، هذو يديروا الهلاوس، تلقاه الان يتناول هذا المخدر وبعد يولي يدير الهلاوس. مؤخرا احد الشباب جاء قال لك راهم حيقتلوني وتبعوني وهذا وكذا، ودارهم تبعوه وقريب راحوا بعيد كاع، قريب كانوا يبوزيو بلانت ويديروا كلش. ومن بعد جاوا جلسه قعدنا، قلت له نسقسيك واش راك تناول؟ قال لي سي بي تاكس. خلاص بارك الله فيك، عرفنا بلي كلش سيناريو. فيحتاج الامر هذا، انظر الى ستر الله عز وجل لك وانت في الادمان، انظر الى ستر الله عز وجل لك امام والديك، امام احبابك. شحال من واحد الان مدمن، شحال من واحد مدمن غير يجي تقول له شحال انت في الادمان، يقول لك عندي 3 سنين. والديه يقول له عندي 3، يقول لك والديه يجوني يقول لك شحال عنده في الادمان، يقول لك عنده 3. انا غير يقول لي 3 نعرف بلي 7. غير يقول لي عنده 2 نقول له شحال عندكم اللي عرفته، يقولوا لي عندي 2 عنده 8 سنين. كانش حتى واحد تسمى والديه يعرف. ويدير لك تصور كاين اللي لحد الان والديه مازال ما عرفوش. انت راك تسمع فيا الان وانت راك تناول مخدرات، والديك ما على بالهمش. من الذي سترك؟ سترك الله، ربي راه سترك، راه يستر فيك ربي. الان كاين ناس جيرانك ما يعرفوش بلي انت تناول مخدرات، الله عز وجل يسترك. كاين ناس الزوجه ديالو ما على بالهاش، تصور انت عايش مع زوجه ما تعرفش مرتو بلي هو يتناول مخدرات، ما تعرفش مرتو. اذا من الذي سترك؟ الله، ربي هو اللي سترك. نعم ايضا بائع المخدرات، اتصوروا الانسان يبيع المخدرات، قلنا ان الله عليم، يعني اتصور الانسان يبيع المخدرات، اي 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 واحد يبيع المخدرات الحاجه اللي يحب، شنو يحب؟ السطره، يحب يخبي، يحب السلعه، كيجي مدخل السلعه ماذا به ما يحكموش، كيكون يبيع ماذا به ما يحكموش. والله عز وجل يعلم الخبايا، يعلم الخفايا، يعلم انت السلعه منك تشريها ومنك تبيعها ومنك مخبيها، شت البطولات اللي مخبي فيها دوك، البطولات اللي مخبي فيها، شت هذيك البلاصه الباربانه هذيك اللي داير تحتها، الله عز وجل يعلم. شت كيجوا انت الشرطه والامن ويجوا وبعد بعد يروحوا، انت واش تقول؟ اه وانا قبيح. ما على بالكش بلي ربي هو اللي يسترك، هو الذي سترك. لكن لازم نتفاهموا على واحد الحاجه، نتفاهموا على واحد الحاجه، وشنو؟ انه للستر رصيد. شت كريدي، كريدي تاع تليفون كي خلاص خلاص. اذا الستر ربي يسترك، لكن عنده رصيد، هذا الرصيد هذا قريب يخلص ويقدر يخلص لك وتقدر تقعد لك اينيتي وحده. ولذلك لازم تعرف بلي ربي يسترك في الاولى والثانيه والثالثه باش تفطن. ولذلك لما جاء الى عمر بن الخطاب بذلك الذي سرق حتى يقام عليه الحد، قال يا امير المؤمنين انها المره الاولى، قالوا لا ربي ما يفضحش في المره الاولى، ما دام ربي فضحك دارتها شحال من خطره. ولذلك افطن افطن افطن، لوين راك رايح؟ راك حاب حتى تنفضح، راك حاب حتى يخرج الخبر ديالك، وبعد انت الان تعود الى الله تبارك وتعالى. ولذلك وانت في ستر الله تبارك وتعالى عاود ولي، عاود ولي برجليك، عاود ولي الى الله عز وجل. لانه انت ما دخلتش للمسجد دوك واقف على رجليك، راح يدخلك وانت قاعد، يدخلك افقي او يدخلك عمودي، راح يدخلك للمسجد.
سواء ادخل انت برجلك ولا راح يجيبك. ولذلك حاول أن تستشعر ستر الله تبارك وتعالى عليك. إن الله لطيف قوي، لطيف قوي من لطف الله عز وجل بك. تصور إنسان في الإدمان ومخدرات ولو بالع ويرهج ويدير 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 كل حاجة، وربي زاد لطف به بماذا؟ بأنه جابوا له نار. ربي زاد لطف به، وما نحن إلا سبب من هذه الأسباب. لكن الله عز وجل زاد ربي سخرنا، ما كاش ما راكش مشغول، تخلي نوض أرواح أرواح وأرواح، ولازم تجي باش تلقي الكلمة ديالك. وإذن هو جابني أنايا وجابك أنتايا باش يلاقينا باش تسمع أنت هذا الكلام، وأنت راك في الإدمان وأنت عندك 10 سنين أنت في الإدمان. لماذا؟ لطف الله عز وجل بك. شوف ربي كيفاش لطيف بك وجابك باش تسمع الكلام تاع الخير. حتى الناس اللي راهي تكونيكتي الآن نقول لهم، وأنت راك تطلع إذا لقيت هذا المقطع وزدت لقيت أنت هذا من لطف الله عز وجل بك باش تسمع أنت الكلمة الطيبة التي تغير من حياتك. لطف الله عز وجل بك أيها المدمن، أنه وانت الآن في الإدمان وراك قادر تولي في المرحلة بماذا؟ المرحلة والوالديك مازالهم حيين، أنه راح تقدر تولي إذا والديك مازالهم أحياء. فأتصور لطف الله عز وجل بك، والآن والديك تقدر دوك الآن تأخذ القرار تاعك وتدخل وتقبل رأس أمك وتقبل رأس والديك وتقول له اسمح لي يا بابا، اسمح لي يا إما، بإذن الله نفتح صفحة جديدة ونفرحكم. شحال من مدمن، شحال من مدمن تلاقيت به قال لي وأنا في السجن جاء الخبر أن أمه قد ماتت. بعض القصص التي تأتينا أنه إنسان في الإدمان يمه جاي تجيب له القفة وبعد ماتت. أي حرقة هذه؟ مش من حرقة، ما متو معليش أكتبت ما شاء الله وربي تواب رحيم، بس تقعد لك واحد الحرقة الداخل، يماك جابت لك القفة وبعد ما تتفى التريق، علاش تخلي يماك تموت في التريق بوسعادة ولا عين مليلة؟ علاش تخليها؟ علاش ما تخليش يماك تبعتها الحج وتموت في الحج وبعد انت تفرح تقول يما مات في الحج أنا خلصت لها؟ علاش ما تغيرش؟ علاش ما عندكش الغيرة على أنه نغير؟ علاش هذا كان يقرأ معايا في المسجد هذا كنا نقرأ كيف كيف؟ وعلاش هو ويدير يما وتزوج وجاب دراري ويما ولو انا مخبي وبعد لاباكار وبعد بيتبول وبعد قلوزه وبعد رانا ندور وحياتي تكون مظلمه ما عندهاش نهايه خلاص ناس فطنات. دوك الرجوع الى الله شكون راهو الانسان الفاطن يعني بلغه الدرجه تاعنا المارق، المارق المارق هو اللي يروح قريب لربي. علاش؟ عارف بلي هذه الحياه تدخلوا بها الجهنم، هذه حياتها، هذه الحياه اللي تعصي بها ربي. ولذلك الانسان عليه أن يراجع نفسه. ثم من لطف الله عز وجل بك، شوف مخدرات كاع اللي تناولتهم. واحد المرة كنت راح نجيب حبة لوبيا باش ما نجيبش المخدرات تعطيني، كنت راح نجيب حبة لوبيا أنايا وبعد نقول شوف هاو الحجم تاع المخدرات خلاص. شحال تناول أنت؟ قال أنا نتناول 10 حبات في النهار، 10 حبات في النهار. إذا في الشهر شحال؟ 300 حبة، 300 حبة في العام شحال؟ تسمى لو ضرب انت 3650 حبه وضربها في 5 سنين ولا حبك تلقى بلي شكاره، شكاره تاع قنطار، هذه شكاره تاع قنطار ونحكموا مخ عامل هكذا. نقول لك شويه المخ هذا راك حرقته انت، حرقت مخك، القدرات تاعك ما يبدا يروح لك التركيز ويقول لك مانيش نرقد مانيش ننسى انا نسيت بديت. علاش؟ على لماذا؟ شفت الانسان، شوف من لطف الله عز وجل بك انه مازالك حي. كان عندي مره مع واحد مع مدمن، عندي لقاء معه مره زدنا اللقاء وبعد تلك وانا اعينه على التوقف. كان عندي لقاء معه بالتنين وبالحد مات، بالحد مات يعني بالحد مات، ونسال الله عز وجل ان يرحمه. ويديلك شوف الانسان الان، شوف الان شحال من واحد مات اوفر دوز يعني داك تتناول وبعد ما يمشي لا دوز اللي راح ترتقى لك مخك. ولذلك من لطف الله عز وجل بك انه مازال ما صارش اوفر دوز، ولذلك لازم تفطن قبل ما تصارك. ولذلك فاذا الان شفنا هذا اللطف، لطف الله عز وجل بنا، لطف الله تبارك وتعالى ان سخر لك هذا الخير وهذا اللقاء المبارك، حاول ان تستثمره، حاول ان تحس باللي الناس هذه كاع اجتمعت على جالينا يا. حتى ان المنظمين تكلمت معهم قلت له علاش ما تكلمتوش الادمان، وقلت له احنا درنا حنديروا نشاط على الادمان. قال لي والله غير يا شيخ ما حبيناش نكتبوا على الادمان باش ما نحرجوهمش. شفت
ما من العنوان وبدلوه على جالكم. قال لك لا لا شغل 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 الفشوش رايحه شغل الفشوش شغل معليش سيدي خفنا باش ما يحسوش باللي له. شفت هذا الحب حب الخير هذا الخير علاش تضيعوا؟ علاش ما تخليش باللي تقول سبحان الله هاد الناس كاع على جالي اللقاء هذا كاع على جالي وهذا كاع على جالنا انا باش انا نولي باش انا نسقم روحي ما نحشمش انايا. ومن بعد انت كي تحب تولي واش لازم تدفع دوسي واش لازم تخلص 5 ملايين بيناليتي واش لازم والو والو دوك تاخذ القرار دوك تاخذ القرار دوك هكذا دوك تقول يا ربي اغفر لي خلاص لا اله الا الله استغفار دوك دوش ابدا تصلي زوج ركعات يقبلك الله تبارك وتعالى يقبلك الله عز وجل ربي يحول لك السيئات حسنات. واترك كلمه التوبه والكلام عن التوبه لشيخنا وحبيبنا الشيخ طاهر دروي. فنسال الله عز وجل ان يوفقنا للهدايه ويوفقنا للثبات على هذه الهدايه. وانا نقول لكم فقط انه وانت الان بعيد تصور بلي كي تقترب من الله تلقى ربي تواب وتلقى ربي فتاح وتلقى ربي رزاق وتلقى ربي وهاب وربي يقلب لك حياتك لانه خلاصك وليت انت بصله مع ملك الملوك. فسيفتح عليك الابواب يفتح عليك ابواب الخير وابواب وشحال من واحد مؤخرا رحت ناكل لا كريم في باينه قاريت من بعد راحوا الاهل والدراري باش يشرو وانا اللي قاعد جالي واحد السلام عليكم قال لي يا شيخ والله غير عندي 15 يوم اللي تزوجت عندي قريب 5 سنين وانا في الادمان والحمد لله بتوفيق الله عز وجل باللي فيديو تاعكم والمشايخ توقفت. قال لي غير توقفت شوف قال لي غير حبست قال لي بدا الخير يفيض عليا لقيت خدمه ومن بعد هذيك هذه ومن بعد كريت ومن بعد عاونوني كريت وتزوجت قال لي عندي 15 يوم قلت له ما عرضتنيش المهم احنا غير الهضره العرضات كاع ما كانش. نسال الله عز وجل ان يوفقنا وان يهدي شبابنا هاي دير الكوراج ان شاء الله بلا مدام كوراج وان شاء الله تولوا يا ربي بارك الله فيك الشيخ بارك الله فيك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على هديه الى يوم الدين. اما بعد اخواني الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعني كما تفضل المشايخ حول هذه الافات خاصه افه المخدرات تفضلوا بكلام مهم جدا وهذا الكلام الذي يقتضي زرع الخوف والرهبة من مصير قد يكون مؤلما يوم القيامة وكذلك حول رسائل إلى مدمن المخدرات حتى ينظر في حاله ومصيره الذي هو فيه. أنا أريد أن أتكلم على موضوع له علاقة بالعائدين إلى الله تبارك وتعالى الذين يتوبون إلى الله. الإنسان ليحب يحبس المخدرات ويحبس الآفات الاجتماعية كيف يكون برنامجه كيف تكون حياته؟ وهذا السؤال الذي يطرح علينا. نقدر نقول احنا ماذا بعد التوبة أو ماذا بعد المخدرات؟ ماذا يفعل الإنسان بعد المخدرات؟ كاين الشيء اللي رانا نقابله فيه الآن الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام والذي هو يطرح على المشايخ كلهم تقريبا هو أن أي إنسان يحب يتوب من المخدرات واش راهو يشوف المستقبل تاعو بعد المخدرات او بالاحرى ما هو البرنامج او ما هي الخطه التي يسير عليها الانسان حتى يثبته الله بعد المخدرات. لان المشكل اننا الان مثلا نسمع كلام ويقدر يجي انسان هنا معنا يكون بالع ولا سكران ولا اي انسان ولا يكون راه من عادته انه مسكين وبعيد على طريق ويقدر يكون ماشي مدمن مخدرات ومدمن في حاجات اخرى لان الادمان على الهواتف والادمان على الافلام الاباحيه والادمان على الغناء الماجن والادمان على المعاكسات والعلاقات غير الشرعيه والادمان على عقوق الوالدين والادمان 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 على المال الحرام هذا كامل ادمان ثاني خطير. والادمان ماهوش فقط على المخدرات لان الاصل في المخدر ما هو؟ ما اتلف العقل وزرع اللهو وترك الانسان يتعلق يعني يدير لك لهو ينسيك على الامور المهمه في حياتك. وكاين حاجه اخرى
أنه يزرع فيك ماذا؟ يزرع فيك حياة خيالية مش واقعية، يبعدك على الواقع، وأنه كذلك يخليك تتعلق به دائما. يقدر يكون إدمان في الإفراط في الشيء، ولو كان هذاك الشيء رياضة، ولو كان حاجة مليحة، حاجة مليحة وتفرط فيها، تولي تايا معتني بها فوق حقها، حتى تنسى أولادك وتنسى نفسك وتنسى صحتك وتنسى كلش، وانت لاهي غير بهذاك الأمر، هذا إدمان. شفت الإدمان؟ الإدمان خطورته أنه يصرفك عن الحياة. يعني ما نقدروش نعلقوا الإدمان بحبة كاشي، ما نقدروش نعلقوا الإدمان مثل بحشيشة معينة، وإنما يقدر يكون الإدمان كاين ناس مدمنين على تتبع أخبار الناس، كاين إنسان مدمن على الغيبة والنميمة، وهذا ثاني نوع خطير من الإدمان. يجب أن ننحرف أحيانا في كلامنا ونرجع ونتكلم عليه، حتى يكون الإنسان يرد باله، ممكن أن ترك راك في حاجة خطيرة. ومن بين ذلك قالوا يا رسول الله إن فلانة تصوم من نهارها وتصلي من ليلها ولكنها وتتصدق من فضل مالها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. ثم شوف هذه خطير الإدمان هذا ولا لا؟ خطير أنك تتولي إنسان تتلذذ بفضيحة الناس، تتلذذ بتتبع عيوب الناس، وهذا نوع من أنواع الإدمان. احنا رانا نتكلموا عن المخدرات، لماذا نتكلموا عن المخدرات؟ لأن المخدرات هي تقدر تقول هي نتيجة وسبب، هي نتيجة لحالات كثيرة نعيشها نحن الآن، تسيب في التربية، أوضاع اقتصادية عند البعض، أوضاع كثيرة هي خلات الناس الآن تتناول المخدرات. ومن بينها هو تلك التنشئة الإعلامية التي نشأ عليها أبناؤنا من مسلسلات وأفلام وغير ذلك، وهذه تعتبر من الأسباب، أسباب كثيرة. ولكن الآن كي يولي المخدر نتيجة، رح يولي هو تاني سبب. نحن نسمع فلان قتل فلان، وفلان دق فلان، وفلان دخل السجن، وفلان ضرب يمه، وفلان سرق يمه، وفلان خسر في وسط الجيران، وفلان قال كلام مش مليح، سبب ذلك يقول لك بلع كاشي، ولا تناول قارورة خمر، ولا دار حاجة معينة تلفت له الرأي تاعه والعقل تاعه، ولا يدير هذا الشيء هذا. وبعد ذلك جاء الإنسان هذا وسمع، جاء مقطع وسمع موعظة وسمع أذان وسمع قرآن، وجد سبات ربي سبحانه وتعالى، وتحرك قلبه فتاب، تاب إلى الله عز وجل. أبقى لنا المشكل بعد التوبة، ولينا دائما نسمع كلمة يقول لك الإنسان أني حابش نثبت، أني ثبت، أني شديت 10 أيام، شديت شهر، شديت 10 شهور، شديت عام، ولكن راني بديت نتحرك تحريكة مش مليحة، راني بدات الموك يقيسني، راني بديت نعاود نولي، راني شغل زلقت شوية، راني ما لقيتش كيفاش نثبت على الطريق المستقيم. هل كاين خطة نقدروا نثبتوا عليها على الطريق المستقيم؟ أنا نقدر نقول لك هذه رسائل لعائد بعد المخدرات، نعطيك رسائل هكذا مقتطفات، نمدوها احنا كما نقولوا احنا دي فلاش لكل إنسان تاب من المخدرات. أول حاجة يا أخي الكريم، تعرف والله الذي لا إله غيره، لا أحد يثبت القلب ويثبت القدم على طاعة الله إلا الله عز وجل. راي عنده، احنا شفت احنا وش رانا نديروا هنا؟ رانا نبنوا لكم ملائكة ولا لا؟ لا، ونسأل الله يديم علينا الستر والعافية. احنا رانا نبنوا ملائكة الآن، لو كان ربي دركا يرفد علينا جلباب الستر تشوف الفضائح، لو كان ربي سبحانه وتعالى يرفد علينا عنايته نزيغوا ندوروا مور دورة منا نبلعوا الكاشي. وكان احنا كيما رانا ننصحوا فيك ربي ما يثبتناش نضيعوا، نسأل الله يثبتنا ويثبتك ان شاء الله. ولذلك شوف، اخوف حاجة يخاف عليها الانسان في حياته ان تزل قدمه بعد ثبوت. ولذلك الله تبارك وتعالى اعطانا نموذج في محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر دعائه أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن أنت أكثر من الدعاء، اطلب الله سبحانه وتعالى، تكلم معه وقل يا الله ثبتني، يا ربي راني هربت من سجن عظيم بنيته لنفسي وهي المخدرات، ثبتني على هذا الطريق المستقيم. كي تذوق حلوة الإيمان ما تقولش يا ربي عز وجل أنا سهل عليا وراني هاين وما شاء الله وانا جبتها بقوتي، ولا لا، كي تذوق حلاوه الايمان هي ذوق حلاوه اعطاها لك الله، تقول يا ربي ما تحرمنيش من هذه النعمه اللي راني فيها، نعمه صلاه الصبح في المسجد، نعمه البشاشه الايمان التي خلطت القلب، نعمه الوضوء، نعمه الحج، نعمه العمره، نعمه الركوع، نعمه السجود، نعمه ذكر الله، نعمه الجلوس في المسجد وانا انتظر الصلاه.
نعمة الجلوس في المسجد بعد الصلاة، بعد الصلاة وأنا أذكر الله. جنة، هذيك الجنة هذيك تقول يا ربي ما تخرجني منها، لأن هذيك الجنة من دخلها دخل جنة الآخرة. إذن الآن أنت دائما دعي الله تبارك وتعالى، كل مرة ركز على دعائك لله عز وجل، لأن شوف احنا من ملكوش الثبات نتاع الدين، الثبات على الدين بأيدينا احنا، واحد ما يملك، والشيوخ والعلماء والوالدين تاعك والأساتذة تاعك والإمام تاعك ما يقدرش هو يثبتك، اللي يملك لك الثبات هو الله عز وجل. ولهذا احنا إذا كل واحد فينا من عليه ربي بتوبة يخلي روحه دائما يلجأ إلى الله، يتصل به ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويتصل به ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ويتصل به ويقول اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين، ويتصل به ويقول اللهم اهديني في من هديت، دخلني في القائمة تاع الناس المتدينين، دخلني في القائمة تاع الناس الذين يعيشون حلاوة الإيمان، خليني نذوق معاهم، خليني معاهم، ما تخرجنيش من صفوف المتدينين المؤمنين. تكلم معه يسمع الله عز وجل يسمعك. قال الله عز وجل وإذا سألك عني عبادي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو قريب منا وإحنا نبعد عليه، وهو ينادينا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وإحنا بعاد رانا نبعد عليه، هو قريب منك، ربي أقرب منك منا إحنا. وانت يا من ذاك الإنسان وش يدير؟ يقول لك بديت نضيع، نروح نتكلم مع فلان، فلان يعطيك إرشادات بصح ما يملك لك حتى حاجة. كاين ناس جاء عندي مشى عند شيخ حمزة، راح عند شيخ رشيد، عند شيخ فلان، عند شيخ عبد المالك، عند شيخ كذا، عند شيخ محمد، كاع المشايخ، راح عند الأساتذة، راح عند المعلمين الأطباء، وما ثبتش. ربي ما أذلوش باش يثبت. كاين حاجة ما اتصلش بها هو الله عز وجل. والله والله اليقين تاعنا يفوق الخيال في الله، يقيننا في الله يفوق الخيال، لأن الله عز وجل قال فما ظنكم برب العالمين، وش راك تظن انت بربي؟ واللي قال لك لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والذي اللي قال لك أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي فليظن عبدي بما شاء. أنت ظن بربي حاجة مليحة، قل أنا ندعي ربي وإن شاء الله كيراني ندعي في ربي رح يثبتني. أنا من وليش؟ لأني خلاص تكلمت معه وقدمت له طالب وقلت له ثبتني ورح نثبت بإذن الله على طاعة الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما تدعيش ربي تقول بالك بالك، لا لا، كي ندعي ربي أنا عندي علاقة معه. شفت لك موسى كي جاي يعرف ربي وش دار؟ كلا إن معي ربي سيهدين، ناس وثقة من ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الغار، والناس أبو بكر الصديق، أبو بكر لو وضع إيمانه في كفة وسائر الناس في كفة لرجح إيمان أبي بكر. الإيمان تاع أبو بكر الصديق أي حاجة كبيرة، أي حاجة ربانية ما تقدرش تتخيلها. إذن الآن هذاك أبو بكر الصديق قالوا يا رسول الله مخبيين في الغار، محكوم عليهم كوندان يامور، كان يحكموهم يقتلهم في زوج، مخبيين في الغار قدامه معاه، قالوا يا رسول الله لو كان يشوف واحد فيهم صباط يشوفنا. سمى الاخرين واقفين، والغار غار ثور، هذا غار ثور، روح تشوف تصويره تاع غار ثور، شوفها كيفاش دايره. غار ثور مفتوح، غار كيما هكذا تشوف هكذا مفتوح، ماشي ظلمه وداخل وغامق لا لا، كيما رانا هكذا، هذا هو الغار هكذا. الاخرين واقفين هنا ويحوسوا عليهم فوق العواد نتاعهم، ويحوسوا على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى ابي بكر الصديق. هذوك اللي كانوا يحوسوا عليهم، ابو بكر شاف واش قالوا؟ وقفوا عند راسهم، قالوا لو كان واحد فيهم يشوف الصباط تحت يشوفونا. النبي عليه الصلاه والسلام تما خلاص رانا فاقونا حكمونا خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام عنده يقين بان الله عز وجل خير حافظ، هو الله خير حافظا. قالوا ما ظنك يا ابا بكر؟ وش رايك انت؟ وش رايك؟ اثنين، الثالث معهم شكون؟ الله، الله ثالثهما. قالوا ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. تقلقش روحك، قالوا الحلال عند ربي سبحانه وتعالى، وش بيك انت؟ اي عند الله عز وجل. الله عز وجل اذكرها في القران، اذكر هذه اللمسه هذه، اذكرها ليك وليا. شحال واحد فينا راهو في الغار، شحال واحد فينا راهو حاصل، وشحال واحد فينا راهو محكوم لهنا. كاين اتصال برب العالمين،
كاين اتصال بالله تبارك وتعالى، ولا تظن في الله عز وجل هكذاك بالك ما قبلنيش، بالك ما سمعنيش، يسمعك ويستجيب لك. فما ظنك برب العالمين؟ الله راه معاك، الله راه معاك كما قال الشيخ قبيله، وانت سكران ربي راه معاك، وانت راك تتناول المخدرات ومعاك، اعطاك الرحمه واعطاك الستر واعطاك، قادر يقتلك بهذيك المخدرات ولا لا؟ لا، قادر يقتلك الله بجغمة عمى مازال يرحم فيك. ولهذا احنا واش ظننا في الله؟ ايش ذنبتك؟ انت رجعت ليه وطبطبت الباب ما يفتح لكش؟ يفتح لك وتدخل ويثبتك ويسترك. علاش راك شاك؟ علاش راك متزعزع؟ الزعزعه هذيك اللي خلاتك ما تثبتش. اثبت على الله وانت مستيقن بان الله عز وجل يثبتك. الله ذكر لنا هذه القاعده وقال ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ اخرجه الذين كفروا اذ قال اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. انت ثاني نفس الشيء، الله معك، الله معك وانت تتوب اليه، الله معك عندما ترجع اليه. الحاجه الثانيه اتعرف على هذا اللي مشيت لعنده، انت خرجت من حزب الشيطان ودخلت عند الله عز وجل، انت خرجت من المعصيه ودخلت في الطاعه، انت رجعت الى الله، انت طرقت باب الله. من هو الله؟ من هو ربي سبحانه وتعالى؟ لو كان يسالك انسان يقول لك انت تعبد من؟ تقول له الله. يقول لك من هو الله؟ واش تعرف على ربي؟ واش تعرف عليه؟ تعرف عليه بلي خلقك، تعرف عليه بلي رزقك، هذا ما كان، هذو يعرفهم ابليس، قال خلقتني من نار، ابليس يعرف على باله بلي ربي اللي خلقه. الله، معرفتك بالله اكبر من هذه. الله عز وجل تذكرك به السماوات التي تراها الان، وتذكرك بها الارض، تذكرك به الارض التي تطأها. يذكرك بالله عز وجل كي تنوض الصباح تقول الحمد لله الذي احياني بعدما امتني، والروح نتاعك كي ترقد اي تمشي عند الله، والرزق نتاعك راه ينزل من عند الله، والستر نتاعك راه دايره لك الله عز وجل، والناس كلهم الذين هم حولك الان ربي عز وجل يعطيك فيهم علامه تدلك على الله. لما تشوف انسان غنى غناه الله، واللي فقر فقر الله، واللي رفع قيمته رفعوا الله، واللي حطوا حطوا الله، واللي ستروا ستروا الله، واللي فضحوا فضحوا الله، وانسان اللي هدى هداه الله، واللي زاغ ربي عز وجل ازاغ قلبه. كل واحد فينا الا وعنده حاجه حركه من الله، حركات العباد التي تراها انت هي علامات الله في عباده، هي ايات الله في عباده. الحياه اليوميه اللي نعيشها كل يوم هي امر الله، ربي يعافي هذا ويبتلي هذا، ربي يرفع هذا ويوضع هذا. شفت كي نجوزوا في لوطوروت ونلقاو اكسيدو، نلقاو حادث مرور، تقول هذا الانسان اللي اصابه هذا الحادث هو الذي ابتلاه والله، وحنا اللي رانا جايزين، اللي عافانا هو الله. والناس كي يؤذن المؤذن، اللي يدخل يصلي هدايه الله، واللي ما دخلش يصلي اظله الله. يعني كاين واحد راه يفعل في العباد هذه الافاعيل كامل هو الله عز وجل. اذا الان انت لمن تلجا بعد الله؟ لمن تلجا بعد الله عز وجل؟ هذه معرفتك بربي، ان كل شيء في يده، وخزائن السماء عنده هو، وان من شيء الا عندنا خزائنه، وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى. اذا انت تعرف على الله بالنعم، تعرف على الله بما رزقك من العافيه. كل هذا يا اخواني الكرام، كل هذا الشيء هذا الموجود عندنا في حياتنا اليوميه والله من الله. شوف اليوم احنا نعيش في نعمه امن من الله، امنكم من خوف، نعيش في نعمه من الله عز وجل اننا ناكل ونشرب والحمد لله ومستورين، خاصه لما تقارننا باهل غزه نسال الله يفك اسرهم، خاصه كي تقارننا بالناس المرضى الان في المستشفيات واحنا رانا بصحه والعافيه، تقارنا بالناس الذين هم الان معاقين واحنا نمشوا على رجلينا ونشوفوا بعينينا، والله يديم علينا الستر والعافيه ويشفي مرضى المسلمين. هذه كلها نعمه من الله، لازم تخليك دائما تفكر كل يوم ان ربي راه ينزل عليك من النعم، كل يوم تنزل عليك النعم التي لا تحصيها انت، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ولكن احنا نبت في شبابنا اليوم نابته السلبيه، ان الانسان لا ينظر الى نعم الله عز وجل دائما في حياتنا. صح كاين سلبيات كثيره ونحن نعيشها في بلدنا ولا سائر بلاد المسلمين، ايجابيات ما قالوا اخلق توازن نفسي لنفسك، اخلق توازن، خنوع وخذلان وما ما تطلبش حقك لا لا
اخلق لنفسك نفسيتك اخلق توازن باش تقدر تمشي باش تقدر تعيش باش تقدر تكون انسان تعطي اشياء. كاين الناس اللي ينتظروا فيك، كاين اولادك والديك خاوتك جيرانك كم يستنوا منك عطاء. لماذا نعيش سلبيه دائما وننسى نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ الامر الاخر الذي يعرفك على الله هو كلامه، قران. اسمع شويه قران، خليك تقرا قران. القران الكريم يعرفك بالله، هو يخليك تقرا الله تبارك وتعالى كيف اعتنى بعباده. الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. تقرا الله عز وجل كيف خلق السماوات والارض، تنظر كيف خلق الله بدا الخلق، كيف يعرفك الله عز وجل على نفسك. نفسك هذه تدلك على الله، تعرف على الله. معرفة الله من أحسن ما يتقرب به العبد إلى ربه، هو أحسن علم في الحياة. أحسن علم هو أن تتعرف على اللي خلقك، كل ما تتعرف عليه تحبه أكثر. الأمر الآخر خلي في نفسيتك، اغرس في نفسيتك الإيمان باليوم الآخر، عزز معرفتك باليوم الآخر. روح اقرأ واسمع المواعظ التي تتكلم على يوم القيامة، كما تكلم الشيخ حمزة، خوف نفسك شوية، اتكلم على مصيرنا، المستقبل، الزمن القادم، الحياة التي ليس لها نهاية. على بالكم احنا اليوم رانا نعيش في حياة فيها بداية ونهاية، هذيك النهاية ستقضي على كل حالة نعيشها، النهاية الموت، الموت سينهي كل حالة موجودة. ليش باب فينا الوسيم اللي أعطاه رب الزين، سينهي جماله الموت، والموت كذلك سينهي فقر الفقير، وسينهي غنى الغني، وسينهي متاع المتمتع، وسينهي يوم من الأيام بؤس البائس. الإنسان لو يعيش مشاكل ومصايب إذا جاءه الموت سينهي كل هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كي كان يموت قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، كي يجي الموت يحبس كلش، راحوا المشاكل، مزيش تفكر في الفاتورات تاع التريسيتي تاع الماء، مزيش تفكر في الديون، مزيش تفكر في حتى حاجة، راح تبدا حياة جديدة الله أعلم بها، نسأل الله تكون خير لي وليك إن شاء الله. هتبدا حياة واحدة أخرى. على بالك الحياة اللي تبدا بعدها من يوم يجيك ملك الموت تبدا حياة لا نهاية لها. إذا أنت تصور وفكر بكل إيجابية. أنت الآن عندك زوج معيشات راح تعيشهم، حياة في الدنيا لها بداية ولها نهاية، وأعمار أمتي ما بين 60 و70، تطلع إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عندك واحد ليميت تعيشهم، ما تقدرش تخرق الأرض وما تقدرش تقيس السماء، تعيش غير هكذا. كاين الناس يعيش غير في حومته ما يزيدش ويموت لتما ويحبس تما، يعني انت كامل. وكانوا ندناو شويه بدنا نطلعوا في الطيارات بدات تولي ما تبانش. هذه حياتك محدوده جدا، حياتك وزيد على ذلك محدوده بالوقت، عندها بدايه وتنتهي، ممكن تموت 20 30 40 50 60 70 80، شحال نزيدوا لك 100، شحال تعيش؟ خلاص الحياه تخلص، تحبس وتخلي كلش وتروح. بس حياة أخرى عند ربي تبدأ والله ما تنتهي، لا نهاية لها. ينادي فيها منادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، أن يا أهل النار خلود فلا موت. مش مسألة ملايير السنوات، مش مسألة آلاف الملايير السنوات، وإنما هي لا نهاية. تصور حياة ما فيهاش نهاية، شكون الأصل أننا نخدم لها، هذه ولا الأخرى؟ لما فيهاش نهاية هي الأصل. ولذلك الله عز وجل قال ويقول الإنسان كي يكون يموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كي يكون يموت هو يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم كي يكون يموت الواحد فينا يعرف باللي النورمالمون الأصل أنه يخدم لهذه الحياة اللي راح تبدأ دركا كي يكون يموت، وإحنا رانا نخدموا الحياة لهذه اللي تخلص. هذو المصيبة تاعنا، تركنا الحياة الحقيقية ورانا نخدموا الحياة الدنيوية. بين قوسين مانيش نقول لك ما تخدمش في الدنيا، لازم تفهم الدنيا خدم ولم دراهم ودير ثروه ودير مشاريع وانجز انجازات، ورينا صحتك ورينا قوتك ورينا ذكائك ورينا اختراعاتك ورينا ايجابياتك، مد خطوه وخلي بصمه واعمل وكن مؤمنا قويا. مش مشكله، ما تنساش ربي، لا تلهيكم
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دير الإسلام يحب إنسان يخدم، يحب إنسان ينجز، يحب إنسان يمد بصمة، ولكن المشكل أنك تعيش للدنيا، هذه المشكلة. أما أنك تارك فوق الدنيا كما عبد الرحمن بن عوف بدراهمه قال ما أعطوني زوج دنانير وريوا لي السوق وين جاي تاع المدينة، قال أنا من متشي يدي أعطوني دراهم شوية راس مال سلفولي برك دلوني على سوق المدينة. ودخل سوق المدينة ولا إنسان يمول الجيش نتاع الدولة كاملة. هذا هو الإنسان المنجز، هذا هو الإنسان. بصح مؤمن عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة العشرة، مؤمن قعد مؤمن. ما المال كي دار المال ما قعدش متعلق بالدنيا، هذاك المال داره باش يشري به الجنة. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن الحقيقي المؤمن القوي. إذن الآن حنا نريد الناس ينجزون في الدنيا وقلوبهم متعلقة بالآخرة، شو لم يشروا في بلاصتهم تاع الآخرة وعايشين هنا معانا في الدنيا. مش لازم تكون غني ومش لازم تكون فقير، أنت تخدم باش تولي قوي ومن بعدها واش مهم مؤمن. كي تكون مؤمن خلاص أنجزت، أنجزت. وأحسن شيء المؤمن القوي بمنصبك بمالك بذكائك بشهادتك بعلمك بجاهك بعلاقاتك، ومؤمن تكون مؤمن وما شاء الله عندك علاقات وتعاون الناس وتدير ما شاء الله خير كبير. مؤمن وطبيب مليح، مؤمن وإنسان عنده منصب ما شاء الله. لأنه علاه المؤمن هذا كي كنت تحطه في مكانته راح يمد قوة كبيرة، راح يعاون الناس بزاف، راح يغلق بزاف كما يقولوا طرق تاع الحرام على ناس آخرين. وهذا هو المؤمن القوي. ولكن إياك أن تنسى الحياة الحقيقية التي خلقك الله من أجلها اللي هي الجنة. احنا نورمالين عايشين تما وحنا رانا ترانزيت هنا برك. ابونا ادم ارتكب معصيه ربي هبطوا لهنايا وهبطنا ورانا قاعدين نطمو باش ندخلوا، نطمو باش نديروا ماشي باش نحرقوا، انا نطمو باش نحرقوا الجنه باش ندخلوا الجنه. رانا قاعدين هنا شتا دوك لي زافريكا يجوا الجزائر ويديروها طريق باش يحرقوا. احنا ربي نزلنا للارض هنايا ورانا الجنه الفوق في سبع سماوات الفوق تحت عرش الرحمن. وحنا رانا بلادنا هذيك هي بلادنا توحشناها نورمالين عايشين تما. وحنا دوك واش نديروا؟ نطموا حسنات كذا، نقولوا نصحوا الناس، نقولوا استغفر الله سبحان الله، نطموا في الحسنات، طموا باش يوم القيامه يديروا لنا الصف ارواح حطوا فيه واش عندك، هم لك الحسنات وهم السيئات هبطت يكفيوه دخلوا الجنه. هذه الحكايه، هذه الحكايه. انت عيش من اجل هذاك الحين، دير الدراري تمتع روح تحوس بصح كامل نلقط في الحسنات. كي نجيب اللقمه نحطها في مولادي والله باش ندخل بكم الجنه. ولادي انتم انا حاب ندخل بكم الجنه، انت صاحبي نتحكم معاك ونروح ونخلص لك، انا دايرك استثمار ندخل بك الجنه. انت كي نتلاقى معاك في الطريق ونتحكم معاك ونعنقك واش راهم والديك ابتسامتي والله غير باش انا دايرك استثمار ندخل بك الجنه. ونكون نمشي ونرفدك ستوب ندخلك الجنه، انا وليت ما نرفدش وليت نخاف. اذا تسمى الان هذوما كامل جنه. احنا جينا الان رانا دينينكم مشروع باش ندخلوا بكم الجنه، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا انا ماذا بيا دوكا انت تتوب انا ندخل بك الجنه. هذه هي. وانت يا ماذا بك تسمع لي باش تدخل الجنه؟ وهكذا كل واحد فينا يستثمر خوه باش يدخل الجنه. اثبت على طاعه الله، الحياه الطيبه راهي تما. اثبت لازم تعرف التوبه باللي هذيك هي طريق الحياه نتاعك الحقيقيه، انك تخدم اليوم الاخر. اقراوا على اليوم الاخر، اقراوا شو يصير بعد الموت، اقراوا على القبور، اقراوا عن اهوال يوم القيامه، اقراوا على اليوم الوقوف بين يدي الله، يوم الحساب وما ادراك ما يوم الحساب، يوم تشيب فيه الولدان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كي بدا ربي يخرجنا يوم تبلى فيه السرائر، شحال من حاجه ما فقدنا فيها حتى واحد، تخرج عند الله يوم القيامه الله يديم علي وعليك الستر في الدنيا والاخره. كذلك احرص على ما ينفعك، احرص على حاجه اللي تنفعك. كي تتوب ربي عز وجل تبدل ثاني نتايا، احرص على ما ينفعك. انت كي كنت تتعاطى المخدرات واش كنت تدير؟ كنت تدير امور ما ينفعوكش، بالعكس كنت تدير امور يضروك. كنت حياتك انت دركا كي تناول المخدرات مبنيه على زوج امور، اما انك راك قاعد ما تدير حاجه لا تنفع ولا تضر، واما راك نتايا راك تضر في الناس، راح تسرق باش تعمر راسك، راك عمرت راسك وبعدها بديت تقول كلام ماشي مليح، ولا عمرت راسك وليت تبليت الناس، ضربت الناس، ضربت مع الناس. المهم ديما ديما راك في السلبيات، راك دائما راح في امور ماشي مليحه. الان انت كي تبت وزين الله عز وجل وجهك بالتوبه وتنورت ونور لك ربي قلبك وشرح لك صدرك، وصرنا الان
رانا نقول لك يا فلان احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على حاجة اللي تنفعك. وش ينفعني؟ أول حاجة تنفعني هي علاقتي مع الله. الله أكبر لما يؤدي الحي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نروح تنفعني. هو وش قال لي؟ قال لي أرواح حاجة تنفعك، حي على الفلاح يكفيها صلاح، أي نروحوا المعروضة تربح، حي على الفلاح، أي نروحوا نصلوا في خير كبير، ومن بعدها نشوف جنازة نتبحها كاين تنفعني هذه، نصيحة روح ننصح واحد تنفعني، زوج متضاربين في الحومة نصلحوا بيناتهم تنفعني، نروح نسمع درس تنفعني، نروح ندير حاجة مشروع في الدنيا، ندير تكوين، ندير حاجة نكون روحي، نجيب شهادة نرفع المستوى تاعي تنفعني، نتعلم لغة من اللغات تنفعني، نروح للصالة ندير سبور تنفعني، ننظف ندير أي حاجة تنفعني. المهم احرص على ما ينفعك، كن مصلح جي، كن إنسان تاع مصلحة، أعرف مصلحتك وراهي الدور، ماشي أناني، مصلحتي تقدر تكون أنت تنفع الناس لمصلحتك. شفت الفقير، الفقير كي تعطيله فرق 10,000 100,000 مديت له، أنت لك فائدة، أنت تكلخ له مش هو يكلخ لك. إذن الآن أنت دير كل حاجة تنفعك أنت يا. بس احنا ننصحك واحد النصيحة وإحنا رانا ندوقوها احنا يا. ما تستناش الجواب من الناس، عمرك ما تستنى رد الفعل تاع الناس، لو كنت تستنى رد تاع الفعل تاع الناس تحبس في اول لحظه، خاصه كي تكون تعيش في وسط مجتمع سلبي، في وسط مجتمع سلبي. غير ما تستناش مدح الناس، استنى من الله هو اللي يعطيك. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، انتم ما راكم تتعاملوا مع الله عز وجل. الامر الاخر اخي العزيز، اترك ما لا يعنيك، خليك من حاجه ما تنفعكش. النبي عليه الصلاه والسلام قال من حسن إسلام المرأة، إلى راك حاب أنت تثبت وتوب توبة مليحة زينة، من حسن إسلامك باش تسقم الدين تاعك وتطلع مليح، اترك ما لا يعنيك. تعرف شو معناتها ما لا يعنيك؟ لو كان حنايا هذا جاري وراه فقير وجهه مصفر، وأنا نقول أنا يا أنا ما ندخلش روحي، لا لا ماشي هذه لازم ندخل روحي فيها. لو كان هذا يتضارب مع زوجته نحس ندخل روحي، نروح نطبطب، وش صرا بين خويا واختي؟ انت يا اختي وهذا خويا، غير الخير، انتم جيراني متربيين كيف كيف، غير الخير. استهدوا بالله، استعيدوا بالله من الشيطان الرجيم، اجلسوا عندكم اولاد، غير الخير، نصلح بيناتهم. جاري وجارو صحاب ضربوا بيناتهم، ما نبقاش نحكي عليه في الكوزينه عند مرتي باللي فلان عباك جاي قاري في بلاصتو وضربوا بيناتهم، وتبدا تحكي على الفيلم، لا لا نروح ونسقي لهم تقوا الله، وقعدوا ندخلهم لداري وندير لهم عشاء، هذه ينفعك انت. اما الامور اللي ما تنفعكش على بالك خطيئتك انت، خطيئتك هذاك فلان راهو زادولو وفلان طلعوه في الخدمه تاعو وفلان وشرى في ريجيدار وفلان على بالك راح يحوسوا في الخارج وجاو، خاطينك هذا ماشي تبعك. هذوك امور الناس، اسرار الناس، ما تلفتش وما تحطش، خاطينك هذوما. اعتني بما ينفعك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لقيت حاجة تنفع واحد يسحقني طايح أكسيدو نعاونه ماشي مشكلة، أما أنا راني في الجهة الأخرى اللي تدي ماشي اللي تجيب، ما كان نحبس نطلع ما كان، لا على خلاص راه الناس يتسلك فيها، نروح نسرح طريق للناس. شفت بين هذا وهذا نفس الشيء حياتنا، كاين إنسان يحتاجك مليح تطلع على الأخبار تاعو، خوك يخدم معاك يقرا معاك يصلي معاك في الجامع لابس لبسه وحده على العام، لازم نعتني به. شوف اش بيها الانسان، كيفاش فيستا وحده دائما، قميص واحد دائما، ما عندوش بالك السيد هذا، بالك هذا ما قدرش يمد يده، لازم نطلوا على داره الداخل واش كاين السيد هذا، بالك ماهوش ياكل، بالك حشم يقول لنا. نشوف ولاده كاع لابسين لبسه وحده، شوف ولاده مساكن ما كاين والو، سيد ما عندوش سياره، مسكين ما كاين والو، ندخلوا داره نزوروه، روحوا نشربوا قهوه عنده، شوفوه كيما نقولوا قرعجوا عليه في البوزيتيف، هذا هو الدين تاعنا. اما اني دوك نحوس عليك انت شحال عندك في الكونت، وهذاك راهو دايرهم وما حبش يقول، وهذاك راهو غير ينهل، وهذاك واش دخلني فيك انت؟ وعلاه نعسوا في الناس؟ اترك ما لا يعنيك، خليك الامور هذه والله غير تفسد لك دينك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان من مفسدات الدين إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الأمر الآخر الذي ينفعك ويثبتك على دينك، نظف محيطك، ماشي الأرض، نظف المحيط نتاعك. أنا كي كنت نتناول المخدرات ونشوف باللي عندي في الريبرتوار
في دليل الهاتف باللي كاين مجموعه كبيره من الناس هذا اتصل به بيع لي وهذا بيع له وهذا مول في جيب لي وهذا مول في ديبانيني وهذاك درنا له وياه اثر وهذيك اتصلت بها وهذيك عندها عندي علاقه معها هذوما كامل محيط نجس نجس هذوما لازم يروحوا كامل سيبريمي واحسن حاجه كي تبت الى الله نبدل الرقم وما نمدوش للناس اللي ماشي ما فيهمش النفع وانا نقولها ودائما نقولها ونبقى نكرر فيها انه هذه المساله هذه ما تتحملش المجاملات يعني ما تبغيش تقول والله غير حشمت منه وراه لاصق فيا وكذا نخرج له للعيب فلان ما تجيش تدور معايا الله يرحم والديك لاني انا وانت كندورون ولو شيء اطن روح بعدني انا بعدك ما تجيش تعيط لي نقول لك واحد الحاجه لو كان انتايا تكون تاجر عندك اموال طائله وجبت الانسان هذا حطيته في لاكاس ولا شريك او شريك معاك شريك ومن بعد الكونطابل عيط لك قال لك اسمع شريكك راهو يدور دراهم بزاف ليه راهو دا دراهم بزاف راهو فلسك هذا الانسان هذا تقعد تتجامل معاه انت هذاك الانسان شريك هذاك الخائن تقعد انت تقول اسمع والله غير راني حاشم منه لازم تبقى شريكه تخرج له للعيب خاطش مسك في جيبك مسلك دراهمك وهذاك الانسان اللي راهو يمسلك في الحسنات اللي هما اغلى من الاموال هذاك الانسان اللي راهو يلعب بك راح يدخلك للنار ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا هو اللي دخلني جهنم اذا انت نورمالمون في هذه الحاله تكون كيما هذاك التاجر اللي فاق لشريكه وخرج له العيب انت ثاني يخرج له العيب انا ما نقولكش تضربه ونتمنى انك تهديه توب الى الله وتهديه في يوم من الايام بصح البدايات في البدايه انا نطهر المحيط بتاعي انا وانت كنا نبلعوا كيف كيف نشربوا كيف كيف نسرقوا كيف كيف يا خويا ما كاش هذه تاع صاحبي وصاحبك وكذا انا تبت يا خويا انت ما حبيتش التوب اخطيني الا تبت مرحبا بك نروحوا كيف كيف ونتعاونوا كيف كيف ونذكروا بعضنا كيف كيف ونوضوا بعضنا الصبح كيف كيف ماشي مشكل اما انت مازالك في هذيك الطريق انا ما نقدرش نتبعك لاني انا انسان ضعيف لو كان تبلع حبه قدامي وانا في الموت نزيد نبلع لو كنت تكيف نتكيف نشم ريحه الدخان تكيف انا لازمني نطهر المحيط نطهر المحيط نتاعي من كل ما يغضب رب العالمين لاني يعني اعطاني احسن منا وهي التوبه اعطاني احسن عطيه هي التوبه كي اعطاني هذه انا لازم نفرح بها لازم ننقيها ما نقعدش انا استنى نحشمت منهم نقعد معهم شويه باش ما يقولكش تبدل انا تبدلت انا تبت تحب تجي مرحبا بك ما تجيش انا ما ندورش معاك انت لانك انت كنت راح الشعره تديني جهنم لو كان ماشي ربي هداني اذا تنظيف المحيط هذا مهم جدا الامر الاخر عزز علاقاتك الاجتماعيه شوفوا الان ما لاحظتوش واحد الحاجه الانسان كيبدا يتعوج كيبدا يتعوج واش يصرى له يبدا يفقد يحب ينحي العلاقات الاجتماعيه كان حنين مع يماه كان يدخل للدار كان يتعشى مع العائله في طابله واحده في وقت واحد كان يشبع من يماه باباه كان يقصر معاهم يعانقهم يحكي معاهم يعيش معاهم الوضع كان يخرج معاهم يحوسوا كيف كيف يحضروا المناسبات كيف كيف ومن بعد كبر ولا حب يدير طاشي حب ينحي ينفصل على العائله كي بدا يتكيف ولا ما يحبش يقرب من دارهم يشموا فيه الريحه ولا ما يحبش يتلاقى مع باباه في بلاصه واحده شوف الان كيفاش يبدا الانسان ينقطع العائله ومن بعد ماذا به يدخل كي يرقد باباه كي يدخل وهذه من اخطاء التربيه انك انت ترقد قبل ولادك ولادك ما عندوش وراه الان والولد هذا يقول لك انا كي ندخل ونضمن بلي راه راقد خلاص ما كاينش هذه وين كنت وكذا خلاص رقد هو يا يرقد واش تولي انت تولي لازم تسهر كي تسهر من بعد بالمكر الليل والنهار في الليل شكون يخرج شكون يدور في الليل يدور غير الانسان اللي يحوس على الشر الا من رحم الله انسان خدام ولا هذيك حاجه واحده اخرى اذا انت الان عندما تدخل في المعصيه تبدا تقطع العلاقات معك حتى المزوجين اللي راهم يتناولوا المخدرات ولا عندهم علاقات غير شرعيه ولا يسهروا في اماكن ما جينا ولا قطعوا العلاقات الاجتماعيه ما شبعوش ولادهم ما عاشوش مع والديهم اي انسان يدخل في المعصيه راح ينقص العلاقات الاجتماعيه اللي ما عندوش علاه لان العلاقه الاجتماعيه تصمت لك المعصيه ما تقدرش انت تبلع وتقعد مع باباك ما تقدرش انت تكيف وتقعد مع باباك مع خوك يدور في حومه واحده خوك
خاوي يقول لك خويا قاعد مع الجماعه هذيك انا ما نقدرش معاه، نروح لجهه واحده اخرى، نروح لجماعه اخرى باش نقدر نقول واش نحب، نقول كلام فاحش، ندير كلش. علاه؟ لازم اخويا نحكي على الانسان، نحكي على كلش. الان هذا الشيء هذا خلاك انت بعدت بزاف، انت الان في وحشه اجتماعيه، في عزله اجتماعيه، انت راك بعيد على داركم وانت عايش مع داركم. المعصيه هي خلاتك دير هكذا. انت كي تبت من عليك ربي بتوبه، احمد الله، عاود ولي، عاود ولي عيش مع باباك مع يماك، قول لهم تعشوا كيف كيف، نقعد معاكم نتعشوا كيف كيف، نرقد معاكم بكري، نرقد بكري نوض صباح، نعيش الحياه معاكم، نشبع اخواتاتي خاوتي، نزور دارنا، نصيد الرحم، الجيران نتواصل معاهم. عاود ولي في مكانتك اللي كنت فيها، عاود عززها، لان هذه الامور امور ثمينه ثمينه. اسالوا الناس الذين في السجون، اسالوا الناس الذين في المستشفيات، واسالوا الناس اللي راهم في الغربه، يحكوا لك واش معناتها قيمه الحياه الاجتماعيه. الامر الاخر، تحلل من المظالم. وسمحوني نصارحكم في هذه، كاين بعض الناس يتوبوا الى الله، يمشي شويه يعاود يولي، ما يقدرش يكمل، يزيد ما يقدرش يكمل، ما يخليش ربي يتوب. اسمحوني نقول لكم علاه، كاين مظالم، كاين ناس، حوس حوس افتش، كاين بالك وحدك ظالمه، بالك حق تاع انسان راك ماكله. بقدر ما تقدر تتحلل من المظالم، تحلل من المظالم، تحلل قد ما تقدر. تفكر بالك واحد ضربته فيه من الايام، راح تطلب منه سماح. تفكر بالك انسان راك ماكله ماله، روح رجعه له. بالك في يوم من الايام كاسيت دار سرقت واحد دعا عليك، روح رجع اطلب منه سماح. قال معليش والله ما عنديش، مانيش خدام، واسمح لي انا اللي سرقتك في يوم من الايام، معليش اطلب ابعث له مع الامام، ما لازمش يعرف شكون نتايا، ماشي لازم. ابعث مع واحد قال في يوم من الايام انا اللي درتها بين فلان وفلان، والله غير انا، وقول لهم يسمحوا لي. ما كان لا تولي روحك، ما كان لا تقدر تبعث وتتحلل من الناس بقدر ما تستطيع. وللناس اللي ما تقدرش تلحق ليهم، والناس اللي ما قدرتش تعرفهم شكون سرقته، بالك في يوم من الايام دخلت المسجد سرقت صباط، وراه مولاه ما تعرفوش، ما على بالكش شكون هذا الانسان، وسرقت في بيت الله. استغفر الله وادعي ربي عز وجل يعفو عنك، وادعي الانسان هذاك اللي سرقته، ولا قدرت تصدق عليه في غيابه تصدق عليه في غيابه. تحل ايام وكنت تعصي ربي وطيحت لها دمعه، ولا ضيقت لها قلبها، انت راك سهران وتقصر زوج تاع الليل ثلاثة تاع الليل وتضحك وما شاء الله، والام جاء مازال ما جاش، اي تتقلب اي تتقلب وتبكي متخل، بالك حكموه بالك هذا، وقتاش ترتاح كي تشوفك دخلت باش ترقد هي، سهرتها انت، سهرتها انت، ظلمتها رغم انها امك، ظلمتها كم من مره، ظلمتها طلب منها سماح. تحلل من المظالم. الاب هذاك اللي حطيت له وجهه في الحومه في يوم من الايام، كان يمشي باباك نهار كنت نتايا، يجوا لابوليس يديوك، ولا دخلت الحبس، ولا ضربت واحد، ولا دخلت سكران وسبيت الناس، ولا درت اي حاجه وانت تبلع، باباك يمشي يخرج يغلق الباب تاع الزنقه ويحط راسه ويخرج في الحومه، على باله باللي وليده حاط له العار. هذاك الاب اللي حطيت له راسه، عاود رفد له راسه وطلب له السماح وقول له راك خلاص ربي تراجل، راني راجل من نروح. هذو الامور يخلوك تمشي، يخلوك تروح تروح تروح، تافونسي بعيد بعيد، هذو هما اللي يثبتوك هذه الامور. وكلمه اخيره، اذكر الله. الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال الله في القران اللي هو احسن ذكر الله عز وجل، قال كذلك ليثبت الله به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الان هذا القران هذا الذكر هذا كثر منه، امشي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله استغفر الله، كثر من ذكر الله عز وجل، وقل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كثره ذكر الله تخليك انسان نظيف، تمشي تثبت على طاعه الله تبارك وتعالى. ونبدا اولا واخرا دائما الدعاء، نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعل من هذه الوجوه الطيبه اناسا طاهرين طيبين ثابتين على طاعته، يصلحون المجتمع ان شاء الله. ربي يخرج منكم الناس يصلحون المجتمع، وما نحن كما كنتم تشوفوا فينا قاعدين الا ناس كنا كما انتم، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. عمرك شوف علماء كبار، روحوا اقراوا في الانترنت علماء كبار ائمه، احنا الكلام تاعنا اللي نقولوا فيه والله غير جبناه من عندهم،
أئمة، العز بن عبد السلام، سلطان العلماء، الفضيل بن عياض، وغيرهم وغيرهم وغيرهم، والقعنبي، محمد بن مسلم القعنبي، وغيرهم كثير من العلماء تابوا كبار 40 سنة 35 سنة، وكانوا ناس بين قوسين خارجين طريق وتابوا إلى الله، ولو أئمة كبار عندهم كتب، علماء كبار إلى يومنا هذا رانا نذكرهم. ما تيأس من رحمة الله، الرب رحيم، يرفع من يشاء ويتوب على من يشاء، وعمرك ما تستأنس بالكثرة. ما تقولش الناس قاع يتبلع نورمال والشباب قاع رانا رايحين كيف كيف، ما كاش أنس يوم القيامة، العذاب وحدك والله لا يعذبك على كل حال، والقبر وحدك وتتحاسب عند الله وحدك، ما كاش ولاد حومة وروحوا قاع كيف كيف، ما كاش ما كاش، ما تونسش حتى واحد. الموت لا أنسى فيه إلا العمل، كاين غير واحد اللي تلقى معه في القبر، واحد برك واحد يجيك على شكل إنسان، هو العمل، العمل العمل تاعك الوحيد برك اللي تخدم به. ونسأل الله يثبتنا ويثبتكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم. الشكر مبذول لكل السادة الذين حضروا لنا هذا اللقاء، ولكل من أذن، ولكل من نظم. بارك الله فيكم على حضوركم، سمحونا شديناكم شوية، خاصة إخوتنا اللي راهم واقفين، وإن شاء الله هذا لقاء تاريخي بالنسبة لكم، يبقى لكم إن شاء الله في الذكريات. ونسأل الله نسمعوا كما رانا نسمعوا دائما خاوتنا اللي نتلاقوا معاهم، أنكم تتوبون إلى الله تبارك وتعالى. الله يثبتكم ويرحم الله والديكم إن شاء الله، والله يشفي مرضى المسلمين ويرحم موتانا جميعا، وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.